بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي القمة، دايما على قمة كل شيء، كل يوم مع الأهلي إنجاز جديد وفخر جديد في عالم النادي الأهلي. الأهلي فعلا عظيم، الأهلي فعلا كبير، الأهلي القمة بالفعل، اسم على مسمى. الأهلي يظل دائما في القمة. النهاردة الحقيقة الأهلي كالعادة بيعلن عن معلن جديد كراعي في الأربع سنوات القادمة. الحقيقة وأنا بتكلم مع حضراتكم أنا بحب أبقى أكون متواجد في مثل هذه المؤتمرات. ليه بحب أبقى أكون متواجد في مثل هذه المؤتمرات؟ والحقيقة ما ببقاش يعني داخل في وسط الناس، بسلم طبعا على كل الناس وبنقعد مع كل الناس، ولكن أقصد أن أنا بحب ألاحظ أكتر إيه اللي بيحصل علشان أشوف عظمة الأهلي، عشان أشوف تاريخ الأهلي، عشان أشوف إحنا ليه دايما بنبقى فخورين بالأهلي. الحقيقة النهاردة أنا كنت قاعد بلاحظ كل ما يحدث داخل المؤتمر الصحفي. النهاردة كان في المؤتمر الصحفي للإعلان عن شراكة أو عن أن البنك أبوظبي الأول مصر هو الراعي الرسمي للنادي الأهلي أو البنك الرسمي للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين وإحنا بنتكلم كابتن محمود الخطيب، الأستاذ محمد عباس رئيس التنفيذي للبنك، الأستاذ محمد يحيى رئيس التنفيذي لشركة أو رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق، المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ورئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية. هذا الرباعي كان متواجد على المسرح زي ما حضراتكم شايفين، وكان الدكتور سعد شلبي وحد من طرف البنك أيضا متواجد لتوقيع على مذكرة أو على عقد الرعاية أو أن بنك أبو ظبي الأول مصر سيكون هو البنك الرسمي للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وبالتالي أنا كنت من الناس اللي قاعدة بتتفرج على إيه اللي بيحصل، كيف يدير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وكيف يدير أعضاء مجلس الإدارة ما يحدث. اللي أمام حضراتكم ده شيء كبير جدا وشيء رائع جدا. ليه؟ لأنه أنت لما بتقعد مع أي، أنا طبعا من أول الكابتن محمود الخطيب لكل أصدقائي اللي موجودين في النادي الأهلي كلهم إخواتي وأصدقائي، ولكن أنا ببقى حابب أسمع وجهات النظر الأخرى، ببقى حابب أسمع هي بنك أبو ظبي الأول مصر ليه اختار النادي الأهلي. فبلف على كل الناس من أول رئيس التنفيذي للبنك لغاية أصغر واحد أنا ممكن أشوفه وبسأل، هو حضرتك بتشجع الأهلي؟ بالمناسبة احنا تقريبا انا سألت حوالي 14 او 15 فرد من افراد اللي بيشتغلوا في بنك ابو ظبي الاول، سألتهم كلهم انتوا بتشجعوا النادي الاهلي ولا لا، ما سألتش بيشجعوا النادي ايه. تقريبا 11 من ال 14 قالوا لي احنا بنشجع النادي الاهلي، 11 من ال 14 قالوا لي احنا بنشجع النادي الاهلي، والثلاثة التانيين قالوا لي احنا ما بنشجعش النادي الاهلي وكانوا عايزين يتصوروا، يعني بيقولوا لي احنا هنتصور معاك بس ما بنشجعش النادي الاهلي، قالوا لي طبعا بيشجعوا ناديين. لكن في النهاية ال 14 15 اللي سألتهم في مختلف الإدارات وفي مختلف الإدارات التسويقية وإدارة الاشتراكات وإدارة التسويق وإدارة كذا وإدارة كذا، كل الإدارات الكل أجمع على شيء واحد فقط، أن شرف وفخر لهذا البنك لأن يكون متواجد كراعي أو البنك الرسمي للنادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة. الكلام ده كان طالع من قلب كل الناس، من أول الأستاذ محمد رئيس مجلس إدارة شركة أو أستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر لغاية أصغر واحد موجود فيهم، كلهم الحقيقه كانوا بيتكلموا. انا بقيت سعيد كده قمت قافل الباب بصراحه، يعني كنت لابس جاكيت قمت قافل الجاكيت كده وقاعد بسمع بمنتهى الفخر وبمنتهى الاعتزاز باسم النادي الاهلي. ليه؟ لان كل اللي حضراتكم شايفينهم امامكم كلهم ناس كبار وعظام ولهم مناصب كبيره جدا في سواء في البنك او في النادي الاهلي، لكن كلهم بيتكلموا في شيء واحد، ان وجودنا مع مؤسسه النادي الاهلي حاجة تكبر مننا. خدوا بال حضراتكم من الكلام، وجودنا مع مؤسسة النادي الأهلي
حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. اللي ما بيشجعوش الاهلي اكتر من اللي بيشجعوا الاهلي في الكلام مش في العدد. العدد كان 11 ل 3، ومنهم حد ما كانش بيشجع الاهلي من الثلاثه، يعني كان بيشجع ناديين. المهم يعني، فاللي بقوله ان هم كانوا الثلاثه دول والله اقسم بالله كانوا مبسوطين اكتر من ال 11 اللي بيكلموني بمنتهى الاحترام وبمنتهى الفخر وبمنتهى الاعتزاز عن هذه الشراكه مع النادي الاهلي. فانا بقيت بصراحه واقف مبسوط، واقف مستمتع، واقف سعيد ان انا بسمع هذا الكلام النهارده. وفي يوم برضو الاعلان عن الشراكه الاستراتيجيه مع اتصالات مصر كنت بسمع اكتر ما بتكلم، كنت بسمع عشان اجي اقول لحضراتكم لماذا دائما النادي الاهلي. الاهلي هو الاكثر شعبيه وجماهيريه، الاهلي هو الاكثر بطولات 144 بطوله، الاهلي الاكثر مشاركه في كاس العالم للانديه من حيث عدد المباريات، لانه النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي. الاهلي الاكثر امتلاكا للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. الاهلي الاكثر احترافا في الاداره. الاهلي الاكثر استقرارا ونجاح اداري. الاهلي الاكثر اكثر نادي عنده رعاه بيطلبوه بالاسم. لانه كل اللي انا قلته او كل اللي فات ان بيؤدي الى شيء، ان كل الشركات الكبرى والمؤسسات الكبيره في مصر تسعى لشيء واحد فقط، هو عمل شراكه استراتيجيه او شراكه مع النادي الاهلي. كل واحد، كل شراكه على حسب مسماها، هنا قد تكون شراكه عشان الرعايه، هنا قد تكون شراكه استراتيجيه زي اتصالات مصر، امور كثيره جدا. لانه بيلاقوا شغل احترافي حضرتك مش هتلاقيه غير في النادي الاهلي. حضرتك مش هتلاقيه غير في النادي الاهلي. فخامة وعظمة اسم الاهلي تشوفها في هذا المؤتمر الصحفي. ابقوا شوفوا المؤتمرات التانية بتعمل ازاي عشان تعرفوا وتبقوا فخورين باسم النادي الاهلي. خليك دايما تبقى فخور وسعيد ومبسوط وفرحان بان انت بتنتمي. ولو اعمل زي جوزيه كده لما كان بيعمل لنا كده زمان، بيعمل لنا حتى لو انت، لو انا بتكلم عن نفسي، لو انا صفر، جزء بسيط، صفر قد كده على الشمال، وابقى بس بتمسح في اسم النادي الاهلي. فالاهلي هو فخر الرياضه المصريه في المنافسات والبطولات والتنظيم والامور الاداريه. عندنا اخطاء طبعا، مفيش نادي في الدنيا ما عندوش اخطاء، لكن في النهايه في مؤتمر كان متواجد فيه مجلس اداره الاهلي. مفيش حد يقول لك انا عملت ابدا. انا هسمع حضراتكم كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره دلوقتي عشان تعرفوا كابتن محمود وهو بيتكلم ازاي، بيقرا او بيبعت رسائل لكل الاهلاويه ازاي. حد يقول لك انا عملت؟ ابدا. هتلاقي يقول لك الاهلي عمل. اذا هناك عمل جماعي، محدش من اللي موجودين من النادي الاهلي بينسب اي حاجه لنفسه، ولكن بينسبها لاسم النادي الاهلي. النهارده كان مشهد عالمي وشراكه رائعه ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول في مصر. خلونا نسمع كلمه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه وقبل ما ادخل في مع حضراتكم في اي تفاصيل تخص مؤتمرنا، عايز بس اتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعم كثيره جدا انعم بها علينا، ومنها نعمه الاستقرار والتعاون من كل منظومه العمل او من كل منظومه النادي الاهلي، سواء كانت اداره او اعضاء او جماهير او عاملين او فرق رياضيه. لانه لو ما عندكش منظومه بالحجم ده متعاونه محبه لبعض، محبه للنادي وللكيان، بتكمل بعضها كويس،
أعتقد وجمهور كمان بيساند النادي وكيان النادي في المرة قبل الحلوة، وأعضاء بتثق فيك، مش ممكن تحقق كل النجاحات اللي اتحققت الحمد لله رب العالمين من إنجازات رياضية، من إنجازات إنشائية أو مالية أو اجتماعية. وفضل الله سبحانه وتعالى التكامل والتلاحم اللي موجود بيننا أو بين كل الأجيال، والالتزام بقيم، ودي نقطة مهمة جدا، الالتزام بقيم وثوابت النادي هم اللي بيساعدوا أي مجلس إدارة يتولى المسؤولية في أنه يجتهد وبيبذل أقصى ما عنده علشان تستمر عجلة الإنجازات والبطولات، وبإذن الله هتفضل مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي أحب أن أنا أرحب بالأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، وبرحب بالحضور والإخوة الإعلاميين، ولهم جزيل الشكر على مجهوداتهم معنا الفترة اللي فاتت، والشكر واجب لكل إعلامي أمين مخلص لعمله، حريص على رفعة بلده، داعم للمؤسسات الناجحة فيها. من أسبوع تقريبا كنا بنحتفل معاكم بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، والنهاردة الخطوة الثانية في مشوار الرعاية، الحمد لله خطوة ناجحة بإذن الله تعالى إن شاء الله. التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر الراعي والبنك الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات جاية إن شاء الله، خطوة مهمة، خطوة بتعكس ريادة النادي في صناعة الرياضة مش بس في مصر، في أفريقيا كلها. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني، النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا، الأهلي جاذب لكل الرعاة الباحثين عن الريادة والتفوق، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله، دايما الأهلي رقم واحد في القيمة، ودايما الأهلي بيجي دايما في المقدمة. ولما الأهلي بيعمل أو يعني بيشترك في رعاية أو بيعمل رعاية أو شراكة، بتكون أو بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة. وبنك أبو ظبي الأول مصر اللي بنتعاقد معاه النهاردة واحد من أكبر البنوك في مصر، وإحنا سعداء بالشراكة، فعلا سعداء بالشراكة معاه، لأنه يملك رؤى وفكر، رؤى وفكر متطور وقدرات مالية. إحنا متفائلين، وكمان مع قدرات المالية بيملك كفاءات بشرية على أعلى مستوى، تقدر تقدم حلول تمويلية، ودي نقطة مهمة جدا في كلامنا معهم، وفي ان احنا يعني بنشترك معهم في بعض الرؤى، حلول تمويلية لخدمة اعضاء الاهلي وجماهيره. احنا متفائلين جدا بروح التعاون اللي لقيناه، والرغبة في عمل شراكة مثمرة بإذن الله. وكمان يقدر بنك ابو ظبي من خلال جماهيرية الاهلي ان يصل لاكبر قاعدة من العملاء. في المقابل بإذن الله يقدر النادي الأهلي يحقق أهدافه التسويقية والمالية. الحمد لله اعتمدنا أكبر ميزانية في تاريخ النادي، 3,087,000,000 جنيه. الحمد لله برضو يعني حققنا فائض ميزانية 150,000,000 جنيه. لكن مش معنى كده، وده أمر مهم برضو لازم نبقى كلنا ندركه، يعني مش معنى كده إن احنا عندنا أرقام إيرادات كبيرة جماعة، لا، النادي الأهلي مصاروف كبيرة جدا جدا جدا. النادي الأهلي عنده 4 فروع، النادي الأهلي عنده فرق رياضية كرة قدم وفرق قطاع الناشئين وفرق النشاط الرياضي كله. النادي الأهلي لازم يصرف على خدمات الأعضاء، من هنا احنا محتاجين موارد مالية أكتر لمواجهة الانفاقات المطلوبة مننا، سواء على فروع النادي الأربعة أو على الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة. مرة تانية أنا بشكر بنك أبو ظبي، وبشكر كل القائمين عليه، وكمان بكرر شكري للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري
لرعاة النادي على مجهودها معانا الفترة اللي فاتت، ومش بس الفترة اللي فاتت، إن شاء الله المستقبل كمان بإذن الله، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بين الكيانات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عنها. في النهاية أو عايز أقول في النهاية يعني بكرر شكري أولا لله سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها لكل المؤسسات الناجحة. كمان بشكر منظومة العمل في النادي، النادي الأهلي مجلس إدارة، مجلس إدارة ما بيشتركش أبدا في أي عمل تنفيذي، مجلس إدارة بيقوم بوضع سياسات، فأنا بشكر مجلس إدارة كل الزملاء إن كل واحد فيهم قام بدور يعني الحقيقة مساهم كبير جدا في إن يصل النادي للمرحلة اللي إحنا واقفين عليها النهاردة. بشكر الإدارة التنفيذية من خلالها بقى الإدارة المالية، إدارة التكنولوجيا والمعلومات، إدارة الإعلام، الموارد البشرية، إدارة المشتريات، العلاقات العامة وخلاف، في حاجات كتير بقى تانية موجودة يعني. وعايز أقول لهم حاجة مهمة، مش معنى الإنجازات اللي إحنا تمت إحنا سعداء بيها جدا، ولكن ده بتحملنا مسؤولية أكبر لكل اللي أنا أتكلمت فيهم، مجلس إدارة وجميع الإدارات بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية أكبر في الحاجات اللي جاية، في اللي جاي بتحملنا مسؤولية، علشان الأهلي مطلوب منه دايما إنه يكون في المقدمة، وده يحتاج مننا إن احنا نشتغل أكتر وأكتر علشان نحقق طموح الجماهيرنا اللي أنا بشكرهم جدا، جماهيرنا وأعضائنا وأعضاء النادي العاملين لثقتهم ودعمهم الدايم. مش عايز أطول على حضراتكم، بس في النهاية بشكر كل الناس الحضور جميعا، بشكر حضراتكم جميعا، وكمان نتمنى بإذن الله إن احنا يكون هناك شراكات أخرى تضيف للنادي الأهلي بإذن الله. بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكالعادة هدوء ورزانة واحترافية، ما عندوش صوت عالي ولا غلط في أي إنسان، تركيزه على ناديه فقط، وقال إن خطوة رعاية بنك أبو ظبي الأول مصر تعكس ريادة النادي الأهلي مش في مصر بس ولكن في إفريقيا. أكد أيضا على أن النجاح مش فرد ولا شخص معين ولا عشان هو رئيس النادي، ولكن بفضل تعاون جميع عناصر هذه المنظومة، منظومة النادي الأهلي، الكل بيكمل بعضه كإدارة وكأعضاء وعاملين في حتى فرق رياضية وجمهور اللي دائما بيساند النادي في كل شيء وفي كل المواقف. دايما تلاقي تلاحم ما بين كل هذه الأسماء، ما بين الكابتن محمود، الأستاذ العمري، الأستاذ طارق، الأستاذ خالد مرتجي، إن شاء الله إن شاء الله يرجع بالسلامة، يعني هو تعبان شوية لكن إن شاء الله كل الفحوصات تثبت سلامته، وإن شاء الله أول ما يرجع، ورجع في خلال كام يوم، إن شاء الله إن شاء الله نقول لحضراتكم أخباره إيه خلال الفترة القادمة. تضافر الجهود ده لابد أن يثمر دائما عن نجاح واستقرار، خاصة أن هناك التلاحم ما بين الجميع من أجل شيء واحد فقط، وهو مصلحة النادي الأهلي والالتزام بثوابت النادي والتواصل الدائم ما بين الأجيال. أكد الكابتن محمود أن النادي الأهلي هو رقم واحد في الريادة دايما، ده مش جديد الحقيقة، لأنه هو بيكون أكبر جاذب للرعاة، ومنهم أو من هذه الرعايات رعاية بنك أبو ظبي الأول مصر. وأكد أن بنك أبو ظبي الأول في مصر هيكون ليه جماهيرية كبيرة جدا من شراكته مع النادي الأهلي، ويكون له قاعدة عملاء كبيرة جدا من خلال وجوده مع النادي الأهلي. كابتن محمود وجه الشكر أيضا لقيادة الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لكل المؤسسات الناجحة، ووجه الشكر للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لرعاة النادي، وشكر طبعا المهندس سيف الوزيري على مجهوده طوال الفترة الماضية. كمان شفنا الأستاذ محمد، أو هنشوف الأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، الحقيقة اللي قال كلام، والله وأنا قاعد بسمع كلام الأستاذ محمد
اتبسطت جدا جدا جدا. اي حد هيسمع الكلام اللي جاي ده هيتبسط قوي قوي قوي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال الاستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ابو ظبي الاول مصر، قال ايه الكلام هام جدا فيما يخص هذه الشراكه مع النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد مش عارف يقول ايه بعد الكابتن الخطيب صراحه، يعني اسمحوا لي في البدايه ان انا يعني ارحب بحضراتكم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، السيد المهندس سيف الوزيري رئيس برزنتيشن، استاذ محمد يحيى رئيس العضو المنتدب للشركه المتحده للتسويق، الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المحترمين، الساده زملائي في بنك ابو ظبي الاول في مصر واللجنه التنفيذيه واعضاء مجلس الاداره، السادة الصحفيين الإعلاميين، كل الحضور والحفل الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اليوم التاريخي، اليوم اللي يعني تغمرنا به سعادة كبيرة جدا 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 لوجودنا وفي عقد رعاية وتوقيع عقد رعاية مع النادي الأهلي المصري. النادي الأهلي يعني نادي غني عن التعريف، مش هقدر أقول أي كلام فيه إن احنا نعرف النادي الأهلي وتاريخه وإنجازاته وصولاته وأكثر من 100 سنة النهاردة على أرض مصر. اسمحوا لي في البداية أن أنا أدي نبذة بس عن بنك أبو ظبي الأول مصر أو فاب مصر، هو اتولد إزاي. فاب مصر ده ناتج من اندماج بنكين، بنك أبو ظبي الأول في الإمارات اللي دخل مصر سنة 75 وكان أول بنك أجنبي يدخل أرض مصر بعد يعني الدولة الإمارات العربية المتحدة لما أنشئت، كانت أول مكان دخلوا فيه كان مصر. ثم تطور أداء البنك تحت مسمى بنك أبو ظبي الوطني، واستمر هذا الكلام لحد سنة 20 لما قرر البنك أن هو يتوسع بقوة في السوق المصري استنادا على حاجتين: قوة ومتانة السوق وجاذبيته وشعبيته والإمكانيات اللي موجودة في مصر. أنا مش هتحدث هنا عن العلاقات المصرية الإماراتية زي ما كل الناس عارفها، دي علاقات تاريخية وعلاقات بتثبت كل يوم يعني مدى جديتها ومدى تواصلها جميعا، فدي سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فكلنا نعلم مدى حب الإمارات لمصر ومدى حب مصر للإمارات. في سنة 20 قررت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات أن تتوسع بشدة في السوق المصري، وكان في الوقت اللي فيه أزمات، هقول أزمات وبائية، كان من الكوفيد 19 كان موجود والكورونا، ولكن كان القرار هو لابد ان اتوسع في السوق المصري بشده ولابد ان يكون لنا مكان قوي جدا. تم هذا التوسع، توسع غير نمطي، كان توسع سريع اولا ثقه في السوق وثقه فيما هو قادم وما هو اتي. تم الاستحواذ على بنك عوده في مصر كان سنه 2020، ثم شرعنا في اندماج بنك ابو ظبي في الامارات مع كفرع بنك اجنبي مع بنك عوده في مصر. وتمخض هذا وانتهينا من إجراءات الاندماج سواء القانونية أو التنظيمية أو النظامية في شهر أكتوبر الماضي بانتهاء دمج كافة الأنظمة، وتخلق الكيان الجديد اللي هو بنك أبو ظبي الأول في مصر، فهو ناتج اندماج بنكين. احتلينا من بعد هذا الاندماج المركز الرابع الآن من حيث حجم الأصول. النهاردة احنا بنحتفل بالميزانية لشهر 9 الماضي، وحجم اصول البنك النهارده 188 مليار جنيه، وحطينا في المكانه ان احنا نبقى رابع اكبر بنك خاص في مصر. القصه مش مكانه ترتيب، هي القصه مكانه احنا عايزين نروح فين للفتره اللي جايه. وكان الاندماج كانت البدايه لخلق كيان كبير، والكيان الكبير بيتطلب منه اجراءات كبيره جدا ان هو يستمر دايما في التطور وفي النماء. احنا هنا في بنك ابو ظبي بنعمل دائما على تعزيز النجاحات مع المؤسسات والهيئات الكبيرة التي تدعمنا وتثقلنا أكثر وأكثر. شعارنا اللي اخترناه من يوم الاندماج كان النجاح بيبني نجاح، ونحن مؤمنين أن النجاح لن يأتي إلا بالتميز. فبدأنا من أول يوم أن احنا نبحث عن الشراكات المتميزة سواء من عملائنا ومدى تميزهم ومدى إخلاصهم ومدى حبهم، وفي نفس الوقت احنا لدينا استراتيجية ومنظومة نريد أن نحققها على المدى القصير والمدى الطويل، وهو انتشار الخدمات المصرفية في مصر، تعزيز الشمول المالي، تقديم خدمات مصرفية وبنكية كبيرة جدا، وأيضا دور استثماري ودور تنموي يعدد ويعزم اقتصاد مصر ويعزز إمكانياتها سواء في المنطقة العربية أو الإقليمية. بنك أبو ظبي الأول في الإمارات هو أكبر بنك في دولة الإمارات وأكبر بنك في المنطقة،
ولديه من الأصول تتخطى 300 مليار دولار، واختاروا مصر أنها تكون البيت الثاني زي ما قال الزميل شريف. البيت الثاني معناها مش مجرد تواجد، لا، مجرد تواجد ومجرد دعم ومجرد أن احنا دايما نثري المجتمع الذي نعيش فيه ونحقق فيه التنمية المنشودة. نعلم جميعا أن الرياضة من الأسواق الواعدة عالميا، وهي تؤثر بشدة في الاقتصاديات، اقتصاديات الدول بصفة عامة، وحجم الاستثمار الرياضي بيتعظم ويزداد. يمكن أنا متابع للنادي الأهلي منذ صغري، وعارف النادي الأهلي بيشتغل إزاي، وبيشتغل بفكر متطور دايما وأبدا، وإزاي بيزود استثماراته وإزاي بيعضدها، مش مجرد كيان اجتماعي رياضي، لا، كيان يستمر ويسعى للنجاح. ومن هنا نعلم جميعا أن لدينا أندية كثيرة في مصر، ولكن النادي الأهلي العريق نادي متميز، عريق بجمهوره، عريق ب يعني إمكانياته، عريق ببطولاته، عريق بمنظومته التي بتتوارثها الأجيال ويتوارثها مجالس الإدارات اللي شفناها على مدار السنين الطويلة، كل يسلم الآخر الراية حتى يستمر في النجاح والتقدم. كان النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الاختيار الأمثل والأوضح للبنك. تاريخ كبير، حافل زي ما قلت بالبطولات، نادي القرن، له مكانة مميزة جدا في قلوب الناس، يمكن في كل جماهيره العريضة وفي كل أعضائه. على مدار تاريخه كان مصدر للسعادة والفرحة، مش للأهلوية بس، لمصر كلها. وكنا دايما بنقول طول ما النادي الأهلي قوي، طول ما مصر ومنتخباتها وناشئينها وكل أنشطتها الرياضية بتفضل قوية على طول. احنا شعرنا زي ما قلت النجاح بيبني نجاح، وكنا دايما نتطلع إلى مثل هذه الشراكات لنساهم في المزيد من النجاحات. نحن رأينا أن احنا لابد أن ندعم النادي الأهلي في جميع المحافل الرياضية والقارية والعالمية، ندعم نجومه، ندعم إنشاءاته، ندعم قوته وقدرته على خلق كيان كبير بتوفير أعلى جودة من الخدمات، سواء لجماهيره أو لأعضائه أو للمصريين جميعا. استراتيجيتنا في البنك تعمل دايما واستمرار على دعم محافظات الاقتصاد وخلق قيمة مضافة من خلال الاستثمار الآمن والمستمر. نحن لدينا أفكار كثيرة لعملاء وأعضاء النادي الأهلي وجماهيره، لدينا أفكار كثيرة، لدينا هدف واحد، هو زي ما قلت أتينا لكي ننمي، لكي نزيد من حجم التنمية في مصر. وعشان التنمية تزيد لابد أن نزيد قاعدة المشاركين. الجهاز المصرفي أو البنوك بصفة عامة ليست مكان للإيداع والسحب، ولكن هي مكان لنشر الأفكار، لتعظيم العائد، لتخليق قيمة مضافة وتنمية حقيقية. والتنمية الحقيقية لن تأتي من وجهة نظرنا ونحن على قناعة بها، لن تأتي من فردة، تأتي من شراكات قوية، ليست الأندية فقط، ولكن احنا نسعى دايما إلى شراكات قوية مع المبدعين. التميز والنجاح يأتي دايما من التميز، ونحن داعمين لكل ما هو متميز. من أسبوع كنا داعمين لمعرض القاهرة للتصميم. معرض القاهرة للتصميم فيه كثير من المواهب الشابة في مصر، هي اللي بتخلق الاقتصاد الإبداعي، والاقتصاد الإبداعي ده اللي بيخلي الدول تحتل مكانة مرموقة في العالم. العالم لا ينظر إلا للمتميز، فنحن دائما نختار المتميز حتى نضع أفكار سويا. نعلم تماما أن النادي الأهلي لديه أفكار وطموحات كبيرة، وإحنا كمان لدينا أفكار وطموحات كبيرة، هو بقاعدته وجماهيريته وشعبيته، وإحنا بالأفكار والتواصل والقدرات التي نستطيع من خلالها أن نخلق هذه الشراكة اللي إن شاء الله هتبقى على الأرض شراكة ناجحة تمتد لأربع سنوات وليست سنة واحدة. ومن معنى ذلك أن هي هيكون لها تخطيط وهيكون لها مايلستونز وهيكون لها محطات هنقف فيها لمراجعتها وإزاي نعظم العائد منها الفترة اللي جاية. القيمة المضافة اللي احنا عايزين نضيفها زي ما قلت بتتماشى مع استراتيجيتنا، بتتماشى مع سياسة الدولة ورؤيتها ل2030. القيادة السياسية في الدولة تريد أن تكون مصر في مكانة متميزة، وعشان تكون مصر في مكانة متميزة لازم يعني نستدعي كل المبدعين فيها، في المجال الرياضي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياحي، في المجال العلاجي، في المجال التعليمي. لدينا يعني طموح ان احنا نتشارك مع كل الناجحين حتى نحقق نجاح اكبر. لن نستطيع مؤسسة واحدة ان هي تنجح لوحدها، ولن تستطيع اي مؤسسة واحدة انها تحقق اهدافها الا لما يكون الاهداف كلها مجتمعة مع بعض. والبداية ان شاء الله تكون بالنادي الاهلي،
النادي الكبير ليس مجرد رياضيا ولكنه نادي استثماري. كابتن محمود اتكلم عن الميزانية اللي اتطورت واصبحت الى تنمت الى ارقام، ولكننا نعلم جميعا ان احنا ان شاء الله ننميها اكثر، نجتذب استثمارات اكثر، واثقين بالافكار اللي موجوده في مجلس الاداره، وواثقين بالافكار اللي موجوده ان شاء الله عندنا لمزيد من التنميه والتطور باذن الله الفتره القادمه، وتكون بدايه حقيقيه ليست مجرد تسويق ورعايه ودعم مالي، ولكن نحن نؤمن بالدعم الفكري ودعم الافكار وتنميتها اكثر ما يكون بالدعم المالي. تمنياتي بالتوفيق لبنك ابو ظبي الاول في مصر وفريق العمل معي، تمنياتي بكل توفيق ورقي وتقدم للنادي الاهلي العريق اللي هيفضل متقدم وهيفضل دائما في الرياده، ودي مش حاجه جديده على النادي الاهلي ولا مجالس ادارته المتعاقبه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق وان تكون بدايه ناجحه لشراكه تتعاظم سنويا وتتعاظم نتائجها، ونحتفل ان شاء الله كل سنه بما حققناه من نتائج ورقي وتقدم اللي هينعكس على ارقامنا وهينعكس على مجتمعنا اللي احنا موجودين فيه. بنك كبير مع نادي كبير، مؤسسه كبيره، اعتقد ان احنا ان شاء الله هنحقق نجاحات، النجاحات دي سيشهد لها ليس بس السوق المحلي في مصر ولكن ان شاء الله عربيا وعالميا. تمنياتي لحضراتكم بيوم سعيد، وتمنياتي بالنجاح لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره واعضائه وكل محبيه، واشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه شفنا الاستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول كان سعيد جدا لهذه الشراكه مع النادي الاهلي وارتباط اسم البنك بالنادي الاهلي خلال الفتره او خلال الاربع سنوات القادمه، وان هذه الشراكه هي شراكه فارقه جدا في مسيره البنك المحليه والعربيه والدوليه. والراجل الحقيقه اكد ان القاسي والداني يعلم تاريخ النادي الاهلي، اذا فان هذه الشراكه للبنك كانت مهمه جدا، وتطرق ايضا للعلاقات المصريه الاماراتيه التي تتميز بالاصاله والعراقه والقوه، وده اللي هيكون حاضر في شراكه النادي الاهلي مع بنك ابو ظبي الاول مصر. وكشف سر الشراكه وهو وصولهم للقمه، وده مش هيجي الا من خلال التعاقد مع الأول دائما في كل شيء، إذن يجب أن يكون التعاقد مع النادي الأهلي. وقال أن ميزانية النادي الأهلي التاريخية تعزز سبل الشراكة والمساعدة في الوصول لهدفهم في البنك. الحقيقة عظمة وافتخار بكل ما هو يرتبط بالنادي الأهلي. شفنا النهاردة هذا المؤتمر للأسبوع الثاني على التوالي بيتم الإعلان عن شراكة جديدة وراعي جديد للنادي الأهلي من خلال الراعي الأول أو شراكة استراتيجية مع اتصالات مصر كان منذ أسبوع. النهاردة بيتم الإعلان عن بنك أبو ظبي الأول مصر وشريك رئيسي أو البنك الرئيسي للنادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة. الحقيقة منتهى الفخر والاعتزاز بالانتماء لكيان كبير زي النادي الأهلي. شفنا تواجد ممثلين لكل مختلف ألعاب اللي في النادي مش كرة القدم فقط، وكل الناس كانت فرحانة بتواجدها في هذا الحدث الكبير علشان تشعر بقيمة النادي الأهلي. ويظل دائما النادي الأهلي هو رقم واحد في مصر وأفريقيا، ودائما أيضا في الوطن العربي. خلونا بقى نروح للأخبار، أخبار البيت الكبير. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار. الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش، المباراة إن شاء الله يوم الجمعة القادم. خلي بال حضراتكم النهاردة كان في ثلاث مباريات أو مباراتين في الدوري الممتاز. فاز فريق بيراميدز على حرس الحدود، أو ثلاث مباريات حرس، معلش ما حدش فاكر يعني ثلاث مباريات، حد فاكر طيب ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه. النهارده فاز بيراميدز على حرس الحدود 1-0 على استاد الماكس في الاسكندريه ضمن منافسات الجوله الخامسه من الدوري الممتاز. كما فاز امبي على البنك الاهلي 3-2، وغزل المحله استطاع الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، وغزل المحله بيتصدر الدوري مؤقتا. الحقيقه محله عامل مباريات رائعه، الاتحاد السكندري واضح جدا ان بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحله استغل التوقف اللي كان الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات، انا اسف، استغله احسن استغلال،
بعدين حاجة غريبة، الاتحاد على العكس بقى من الواضح ان المدير الفني لم يستطع ان يستغل الشهر الايقاف، وبالتالي يعني الاتحاد من الفرق اللي تضررت الحقيقة من التوقف اللي فات، لانه كان الثلاث مباريات الاولى فاز ووصل للنقطة 9 وكان متصدر الدوري مع النادي الاهلي، دلوقتي لمتصدر الدوري نادي المحلة حتى تنتهي مباراة الأسبوع الخامس. منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في ديسمبر، إيقاف عمرو الجندي لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه. دي كانت أهم الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة، وكالعادة وصلنا مع حضراتكم لفقرة صنع في الأهلي. دائما كل يوم بنجيب لحضراتكم فقرة بيكون بطلها بطل من اللي صنعوا داخل النادي الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة هو الكابتن سيد صابر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة السلة. لعب مع النادي الأهلي من سنة 1981 واعتزل في سنة 1993، حصل على بطولة الدوري لأول مرة في تاريخ الأهلي سنة 1987 وفاز ببطولة كأس مصر مرتين، حصل على هداف بطولة إفريقيا ناشئين تحت 19 سنة عام 82 مع المنتخب حقق بطولتين بطولة عربية وحقق المركز الثالث في بطولة إفريقيا ثلاث مرات، شارك مع المنتخب في أولمبياد 83. كابتن سيد صابر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة السلة، صنع في الأهلي. هنطلع فاصل بعد صنع في الأهلي وكابتن سيد صابر، وبعد كده ان شاء الله هنستقبل ضيفنا اللي هيكون النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل، هيكون ضيفنا في الفقره الاولى من البيت الكبير. هنطلع نشوف صنع في الاهلي وكابتن سيد صابر وفاصل، ثم النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل في ضيافه البيت الكبير. انا انضميت للنادي الاهلي سنه 81، كان تحت 17 سنه وكنت جاي من نادي اسمه العاملين المدربين بوزاره الانتاج الحربي، وكان بيدربني كابتن حالي في هيكل، فشافوني مسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي هنا وجابوني، وبدات رحلتي مع النادي الاهلي 17 سنه سنه 81، وكنا مجموعه كويسه جدا، كنا بناخد بطولات الناشئين، وطلع خمس لعيبه من الجيل دوت للدرجه الاولى سنه 83، كان هاني عبد المنعم وهشام عبد المنعم وسيد صابر واحمد اسماعيل ومحمود فوزي الله يرحمه. كملنا عناصرنا، العناصر دي كملت عناصر الدرجة الأولى مع كابتن محمود أحمد علي، وكوننا فريق جامد جدا في النادي الأهلي، استطعنا إن احنا ناخد 2 كاس، وكنا أول جيل ياخد بطولة الدوري العام في النادي الأهلي في كرة السلة سنة 87 87، تحت قيادة الله يرحمه كابتن طلع الجنيه. واستمرينا بقى موجودين في النادي، لعبت درجة أولى من سنة 82 لغاية سنة 92، اعتزلت سنة 92. المشوار ده خدنا في خلاله 1 دوري و2 كاس زي ما قلت لك، وكنت لاعب في منتخب مصر، كسبنا 3 بطولة عرب و2 بطولة افريقيا، وكنت ضمن الفريق اخر فريق لعب ومثل مصر في الاولمبياد، في اولمبياد سول، بعدها ما وصلناش للاولمبياد ولعبنا كاس عالم سنه 90. سنه 92 بطلت وبدات ادرب وتخصصت في فرق البنات، اول ما بدات كان سنه 14 سنه، قعدت 4 سنين في فرق مراحل الناشئين، الحمد لله كنت في 4 سنين خدت البطولات كلها مع الفرق. بعد كده ترشحت ان ابقى مدرب مع كابتن طارق غنام لفريق الدرجه الاولى، كان جيل ذهبي في الجيل دوت البنات، لحامد غنام وسوها فكري وعادل غني عادل وياسمين عزت وريهام صلاح ونجين عقل. الفرقه دي كانت الفرقه الوحيده في تاريخ النادي الاهلي خدت بطوله عربيه في لبنان سنه 96 97، ومن ساعتها بقى مستمر. بعد المرحله ديت رحت درست، خدت درس التدريب في لايبزيج في المانيا، جامعه لايبزيج في المانيا، خدت فيها ماجستير او دبلومه في التربيه الرياضيه ومع تخصص كره السله. بعد كده رجعت بقيت انا المدير الفني للبنات في النادي الاهلي، قعدت حوالي 7 سنين، خدنا فيهم 5 دوري و4 كاس. وبعد كده سافرت الخليج، اشتغلت في حوالي 4 5 سنين، وبعد كده رجعت تاني، رجعت مدير فني للبنات تاني فتره. وبعد كده كان في الرجال كان موسم بيعدي عامل نتائج مش كويسه، فدخلت مسكت فريق الرجال مدير فني في نص الموسم، انقذتهم من وضع صعب جدا وحطيتهم في المركز الخامس، ورجعت تاني للبنات.
وكان اخر حاجه مدير قطاع الناشئين والناشئات، كان اول مره حد يمسك تايتل مدير قطاع الناشئين والناشئات، قعدنا فيه 3 سنين. والسنه دي انا مدير قطاع، مدير فني قطاع 3 على 3 سنين. كلنا النادي الاهلي اللي عمل اسامينا وعمل مستقبلنا وعمل بيوتنا، لو ما كناش جوه النادي الاهلي كنا زي اي حد بره في الشارع. فاحنا كلنا بنضيف الفضل للنادي الاهلي، النادي الاهلي ده بيتنا وتربينا فيه وبندافع عنه سواء جوه النادي ولا بره النادي لغايه اخر نفسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. ازيك كابتن شريف؟ الله يخليك، تشرف ومنور. انا مبسوط جدا ان انا معاك والله النهارده، وكنت وحشني جدا اصلا. ربنا يخليك يا حبيبي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن كابتن شريف ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ذكريات طبعا حاجات حلوه كتير. بشكر طبعا كل المقيمين والمقدمين المقدمه الجميله دي، وبشكرهم على الشغل الجميل اللي هم عاملينه ده. يعني ربنا يخليك كابتن شريف. خليني ابدا معاك الاول، عايز ابدا معاك بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والحقيقه ان هناك في شغل كبير جدا معمول في قطاع الناشئين على مدار السنوات الاخيره، واعتقد ان الفريق الاول بيجني ثماره من ما يحدث خلال الفتره الاخيره. اكيد يا كابتن اسلام، يمكن احنا اكتر فتره نقدر نقول فيها كده الفتره في ايام مستر سوارش لما كان موجود في القياده الفنيه للفريق الاول، عندما كابتن محمود الخطيب اصدر قرار ان يتم الاستعانه وراحه جميع اللاعبين الفريق الاول والاستعانه بجميع اللاعبين الناشئين. فاحنا كنا على اتم الاستعداد. انت جبت لعيبه الحمد لله خاضت مباراه قويه جدا مرة واحدة تحت ضغوط كبيرة جدا وتحت تقييمات رهيبة. صحيح. وقدروا ان هم في وقت قليل جدا الحمد لله يقدموا مستوى عالي جدا. مظبوط. نادي انبي ونادي الاتحاد وقدرت تكسب ده هنا 4 وهنا 2، ويعني عملت نتائج مباراة جيدة ممتازة جدا في ضغوط رهيبة جدا. نعم. فده ناتج لقطاع الناشئين. فده الشغل الحمد لله اللي طلع من عند قطاع الناشئين من عندنا يعني. طيب بما انك معايا الحقيقه برضو انا حابب ان انا اوجه لك التحيه على الاداء والشغل الجاد اللي احنا من خلال قناه النادي الاهلي دائما ما بنذيع مباريات فريق 2001 اللي انت مديره الفني في النادي الاهلي، عاملين اداء جيد وشكل جيد وشكل رائع. انا اسف 2005. لا السنه دي 2001. 2001 الشباب صح. كله دخل في بعض. معلش. انا الحمد لله كابتن اسلام بقالي دي 5 سنة ليا في قطاع الناشئين. بسم الله ما شاء الله. كله كان بيقول لي يا شريف انت يعني المفروض يعني الستيب اللي جاي خلاص، يعني كل سنه يقولوا لي كده. لا هي مراحل التدريب صعبه مش سهله. عشان اتعلم صح لازم اخد الخطوات صح. والحمد لله دي يمكن اخر سنه يعني دي 5 سنة ليا وخدت السلم تدريجي. اما 2001 ده احنا دلوقتي بنعتبره فريق الشباب. ما ده تحت الفريق يعني الاول على طول، الاقرب للفريق الاول. ده حقيقي، يمكن ده الفرقه اللي تحت الفريق الاول على طول. اوكي. وانا في تواصل دايما مع مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ عشان دايما اللعيبه اللي عندي، لان انا الفتره اللي فاتت كلها كان معايا مع محمد محمود ومحمود كهربا وزياد طارق وشباب بيلعبوا بعض المباريات. مظبوط. كان في ناس عشان خلاص بره القايمه. زياد لعب اخر مباراتين مثلا. بالزبط. او اخر مباراه احنا عملناها وكان مثلاً. كان ممتاز جدا. يمكن في مباراه فاركو كان احرز هدف، وشاد رضوان وعبد الرحمن نانو. كل اللعيبه مش عايز انسى حد طبعا، هقولهم لك بقى لازم اقول لك كل اللعيبه طبعا. طبعا. فالحمد لله يمكن الفتره اللي فاتت دي ادينا بشكل كويس جدا. لان احنا دايما الفريق ده فريق الشباب بالذات يا كابتن اسلام بيقابل مشكله كبيره، لان ده دايما احنا بنقول هو ده اللي بيخدم على الفريق الاول دايما. صحيح. لان دايما اي اصابات او حاجه بتحصل في الفريق الاول يقول لك اديني المجموعه من فريق الشباب المميزه اللي عندك اللي تقدر تكمل معايا الفتره دي بسبب. نعم. الغيابات بتاعت الفريق الاول. مظبوط. فالحمد لله يمكن انا اقول لحضرتك ان احنا الفريق ده بالذات السنه اللي فاتت معظم القوام الرئيسي بتاعه يا في الدرجه الاولى فوق يا طلع اعاره. مظبوط. يعني وده نجاح بالمناسبه. طبعا ده نجاح كبير كمان. ما هو ده اللي بقوله يا كابتن اسلام، الحمد لله يمكن في ناس شككت نسبيا. حقيقي. في قوام قطاع الناشئين بعد النتائج. يعني انا كنت بشوفها نتائج جيده، فريق ناشئين بيلعب مهما كان. هو مش يعني ده مش هنقول ان 2001 ده ناشئين، ولكن فريق الشباب بيلعب ما عندهمش خبره لعب ممتاز وكذا وكذا وكذا. انا بشوف ان قدموا مباريات على قد المتاح كويس جدا. ده انا شايف ان ده ممتاز جدا. والحمد لله اللعيبه اللي عندنا صدقني يا كابتن سامي مش هتلاقي قوه الشخصيه والسمات اللي احنا بنزرعها فيهم ان هم صغيرين موجودين في النادي. وبدليل بص كام عنصر من عناصر الشباب عندنا منتشرين في جميع الانديه في مصر. حقيقي. اعراض كلهم ولعيبه بتكتسب خبراتهم بنطلعها.
مش شرط كل اللعيبه المميزه اللي عندي تبقى لعيبه في الدرجه الاولى. ما نعم ينفعش. بس هم خلي بالك، لا هم لعيبه في الدرجه الاولى. اه طبعا. لكن لعيبه في الدرجه الاولى في سموحه، ولعيبه في الدرجه الاولى في الجيش، ولعيبه في الدرجه الاولى في البنك الاهلي، ولعيبه في ولاعبين في الدرجه الاولى في بقيه الانديه. بالظبط كده. وبالتالي انت بتطلع مجموعه من اللاعبين واللي هتشوفه كويس حاجه يكتسبوا خبرات ويرجعوا تاني. بالظبط. وعندنا مثال كمان ان عندنا فوق محمد اشرف، محمد كوكا، احمد كوكا بتاع لعيب نص الملعب. عندنا رأفت خليل 2004 مواليد 2004 كمان، وكان ميدو نبيل ظهر بمستوى جيد 2004. عندنا احمد اشرف مستر كولر بالمناسبه معجب بيه جدا، لعيب كويس جدا. علي عمرو برضو راسترايكر محترم، كان بيطلع لفترات ويرجع تاني. كل اللعيبه اللي بتكلم فيها دي، غير بقى احنا عندنا كمان رجع لنا شادي رضوان. اوكي. شادي رضوان ده يا كابتن كان بقاله سنتين في البنك الاهلي. مظبوط. عارف البنك الاهلي كان واحد من احسن الاجنحه في على مستوى العالم. كان بيلعب كتير في المرحله السنيه. بالظبط. يعني انا راح المكان الناس ما قدرتش تستفيد بيه. شادي هو اللي معاه الكوره ده بالمناسبه، وهو ده واحرز جون في الاسماعيلي، مباراه الاسماعيلي الاخيره. كسبنا 3 كسبنا 3-0 الاسماعيلي في الاسماعيليه هناك، وده زياد طارق بص الجول عامل ازاي. الله على الجمال. مستوى لعيبه الحمد لله على اعلى مستوى، سمات شخصيه على اعلى مستوى. فاركو فريق كويس اللي انا عارفه، محمد رضا وعبد الرحمن مانو لعيبه على اعلى مستوى. فاركو فريق كويس جدا. فاركو قبلها كان كسبان فريق كبير، فريق الزمالك يعني 6-1. قبلها فاركو كسبان 6-1. 6-1 قبل الماتش بتاعنا على طول. 6-1. 6-1. 6-1 والله النتيجه دي. فاركو فاركو والله كان لابس احمر. كان لابس احمر نفس النتيجه. يلا. فالحمد لله احنا الفتره اللي فاتت ادينا بشكل كويس، العناصر كلها بتاعتنا انا في عناصر مبشره جدا طبعا تخدم الفريق الاول وتليق انها تشارك في الفريق الاول كمان ان شاء الله. يعني يا مسهل يا رب، لانه في النهايه زي ما احنا قلنا ان نجاح قطاع الناشئين بيكون بهذا الشكل الرائع، ودور الحقيقه كابتن خالد بيبو اللي بيقوم بدور رائع جدا خلال الفتره الاخيره طبعا في ظل توجيهات مجلس اداره محترم ولجنه تخطيط الحقيقه اللي عاملين شغل رائع. المنظومه كامله، لازم نقول المنظومه كامله، كابتن محمود ولجنه التخطيط وكابتن خالد بيبو الحقيقه كلهم ليهم دور كبير جدا فيما يحدث. ده حقيقي، ده حقيقي. يمكن احنا في البدايه بس يمكن انت حتى قبل الهوا كنت عمال تقول لي ان كابتن خالد بيبو عامل شغل كبير جدا، والناس والمنظومه ومجلس الاداره واللجنه الفنيه. بصراحه انت قبل حتى على الهوا عمال تكلمني في النقطه دي بالذات يعني. فحابب برضه اتكلم في النقطه دي. كابتن خالد بيبو فعلا بيتعب جدا في قطاع الناشئين، وعامل تطور رهيب في على المستوى كمان البنيه التحتيه وكمان الحته الاداريه كمان والمنظومه نفسها والسيستم الجديد اللي عامله. نعم. عامل شغل كبير جدا. يمكن الحمد لله في تطوير كبير جدا حتى في النتائج. لما تيجي تتكلم مثلا كابتن اسلام في نقطه، السنه اللي فاتت مشاركات القطاع عندنا كانت في 6 مشاركات في الدوري السنه اللي فاتت، احنا واخدين من الست مشاركات دول 4 بطولات. ولا حد بيتكلم يقول لك في قطاع الناشئين عندنا مش عارف ايه، والفريق الاول يوم محتاج احنا طلعنا له فريق كامل اشتغل فوق. ازاي ما يبقى نجاح كبير الحمد لله. أيه. وبدليل ان انت عندك حوالي 5-6 عناصر موجودين دلوقتي في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. نعم. لعيبه فعلا اللي هي 2001 2002 2004 كل العناصر دي موجوده فوق الاعمار السنيه دي. حقيقي. وكمان مطلع اعراض كتير جدا بره. ده نجاح ولا مش نجاح؟ نجاح طبعا. بس فيعني النقط دي كان لازم ناكد عليها، لان فعلا وانا عارف ان انتوا هنا الحمد لله في القناه بتوضحوا كل الامور طبعا دي على قد ما بنقدر يعني، ان احنا بنحاول على قد ما نقدر. عندنا 2005 عندهم مباراه باللاعب ونقدر نزاحها بنزاحها، 2001 عندنا مباراه بنقدر نزاحها بنزاحها، تقريبا كل المباريات اللي على ارضنا لكل المراحل السنيه طبعا ده بيكون بالاتفاق مع اداره الاعلام واداره القطاع مدير قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو. ده حقيقي. لما بنتفق على حاجه بتتعمل، لانه جمهور الاهلي محتاج يشوف مثل هذه المباريات، يعني حاجه من حقوقنا بنحاول نعمل. يا كابتن اسلام برضو مهم جدا ان انا اشكر حضرتك على الهوا، لان بصراحه انتوا قايمين بدور كبير جدا، حاجه على مستوى اعلى مستوى فني بصراحه في الاستديوهات والتغطيه العامه. يعني لما تيجي مباراه زي عندنا اللي انت غطيتها دي الاسبوعين اللي فاتوا حاجه في قمه الروعه بصراحه. لا الحقيقه ده بشكرك يعني جدا يعني على فعلا حاجه محترمه، وبشكر اداره القناه كامله يعني. طبعا لكن هي دي حاجه الحقيقه ده واجبنا ومجهود كل العاملين في القناه. ده حقيقي. بيحاولوا على قد ما يقدروا خصوصا في قطاع الناشئين، لان انت خلي بالك دي حاجه حقوقنا. ده حقيقي. لكن هي بتبقى فيها بعض الصعوبات لامور معينه، والحقيقه كابتن خالد بيبو بيحاول يحل كل هذه الامور مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، لان بتبقى امور
يعني فنيه اكتر منها ده حقيقي ده حقيقي. فنيه في التصوير يعني اكتر منها في اي شيء اخر، ولكن في النهايه نتمنى رب كل التوفيق لقطاع الناشئين. لكن ما هي الخطط المطروحه خلال الفتره القادمه لقطاع الناشئين بالكامل علشان نكتر عدد الناشئين اللي موجودين، ومين من اللي موجودين ما لعبش فريق اول بترشحه للفريق الاول؟ انا عارف ان كله لعب فريق اول تقريبا معظمهم، بس في عناصر حتى مستر كولر لو لاحظت حضر مباراتين الاسبوعين اللي فاتوا، مظبوط، واحده من 2005 وواحده ل 2001 اللي هي المباراه بتاعتنا. مستر كولر حتى قبل المباراه اتكلم معايا وقال لي انا نزلت لك عناصر معينه، كان في المترجم واقف معانا، قلت له متشكرين يا كوتش على ده، ووجودك ده داعم كبير لينا وداعم كبير للولاد عشان كله يثبت نفسه ويظهر امكانياته الحقيقيه. حتى الراجل بعد المباراه اشاد بمستوى المباراه وبمستوى اللي شافه بالروح والاداء. بالمناسبه هل هناك اتفاق على طريقه لعب معينه يا شريف، ولا هو بيسيبك تلعب براحتك؟ لا، مدي الحريه دايما، بيدونا بصراحه الحريه ان انت تشتغل كمدير فني عشان تقدر انت كمان تتعلم عمليه التطوير، لان انت ما عندكش ثبات حتى في التطوير الخططي او السيستم من فوق لتحت، ده مش موجود. بس في وقت معين بيبقى في تنسيق أوكي. معنا مستر مايكل بروكيتش مدير الفني للقطاع، نعم. ده بيتواصل بشكل مباشر مع مستر كولر، فلو في اضافات بيقدروا يضيفوها بيضيفوها. مثلا عايزين، طب يعني يقولوا الفتره اللي جايه مثلا نلعب، مثلا يعني مثلا نلعب 5-3-2 مثلا، يعني هقول لحضرتك دي بتتم في البراعم دلوقتي، من دلوقتي عشان يطلعوا. بص يا كابتن اسلام عشان نكون واضحين، اتفضل. احنا الحمد لله القطاع عندنا بدا اعاده هيكله في كل شيء، نعم، في السيستم والتنظيم والفكره نفسها، انت ازاي بتطلع نشئ يصلح يكون لعيب محترف. نعم. احنا بنحط اللعيبه في ضغوط من هم عندهم 10 سنين و9 سنين. اوكي. ما ينفعش، الناس بره بتحط يا دوبك المنافسات الحقيقيه بتتم من 15 16 سنه. تمام؟ احنا عندنا في نادي الاهلي بنطبق ده، عشان كده جايبين راجل محترف موجود بيقدر ينظم لنا دي. دلوقتي الاولاد عندنا خلاص، انت بقيت تحط السيستم في الاجيال اللي طالعه. نعم. اللي ده هنقول 50-50 لان خلاص بقى عدى المرحله دي، فان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقوا حاجه مختلفه باذن الله. يعني عموما هنكمل كلامنا مع كابتن شريف. حقيقه قطاع الناشئين في النادي الاهلي عامل شغل رائع جدا جدا. خلال بعض الفترات كان بيتم الهجوم على قطاع الناشئين لان كان هناك امور خاصه او خلافات خاصه، سميها تصفيه حسابات يا كابتن، او تصفيه حسابات، انا ما بحبش اقول الكلام. لا، هي كده، هي ما بين البعض و بعض الاسماء داخل القطاع، ولكن في النهايه احنا اللي يهمنا نتائج. دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بتكلم بارقام. لو حضراتكم تشوفوا التطوير، بلاش التطوير الفني واضح جدا لكل الناس، ولكن ايضا تطوير في البنيه التحتيه، لانه مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه مع لجنه التخطيط مع كابتن خالد بيبو بيحاولوا يزقوا في هذا الامر بشكل كبير جدا 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 في كل المقرات النادي الاهلي، فما بالك بقطاع الناشئين. عارفين احنا قطاع الناشئين بيتلعب او كل حاجه تخص قطاع الناشئين بتبقى في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وبالتالي اللي يروح من 5-6 سنين يجي دلوقتي يشوف ان هناك اختلاف كبير جدا جدا في هذا القطاع. ولكن أنا عارف إن جمهور الأهلي دائما بينظر إلى الرقم واحد فقط ولا ينظر لأي شيء آخر، القادم دائما إن شاء الله يكون أفضل. خلينا نطلع فاصل، وبعد بقى هذا الفاصل نرجع نتكلم عن النادي الأهلي وعن كأس العالم بعد كده. نطلع فاصل ونرجع نكمل. قلشة دي يا شيري برضو. اتقلت لي قلشة، والله قلشة، شكلها قلشة كده وهي رايحة، وحد كان بيقول لك قلشة. أبو حسن بيقول لي جت صدفة كابتن أبو واحد جميل طبعا. فجمعنا، كانت عندنا تجمع في المنتخب بعدها على طول بالاسبوع اللي بعده على طول، فقال لي صدفه. قلت له صدفه ماشي. خدت بالظبط 3 كور والله يا كابتن اسلام، جبت من 3-2 المنتخب، من 3-2 زي دول بالظبط، بس زي دول بالظبط. طول عمرك بتشوط كويس جدا، الحمد لله بشوطها من بعيد يعني. طبعا على طلع على ايديك يا كابتن اسلام، انت عارف يعني والله يعني شغال الاسماعيلي يعني. كابتن اسلام هو اللي قال ان شريف عبد الفضيل هو هيبقى خليفتي بعد ما انا مظبوط. والله باك رايت، بس ما في الاسماعيلي حتى ما لعبتش، حتى في الاهلي ما لعبتش باك رايت. لا، ما انا كان في نقص، ما هي الكوره سبحان الله بتبقى نصيب. والله يا كابتن اسلام. فكان في نقص في المكان ده اللي هو السيرد باك او الاستوبر في الاسماعيلي، فالحمد لله تم اختياري، ومن ساعتها ما طلعتش في الملعب تاني من الاستوبر، من 2003 2004 مثلا لغايه لما بطلت. الحمد لله لغايه بقى لما بطلت. اصابه يعني معظم اصابات معنا برضو، كان في حاجات في دايما لعيب الكوره لو معهوش حد بيتابعه كويس في العقليه بالذات في المينتاليتي بتاعته تبقى فيها مشكله. انا كنت فاكر ان القوه بتاخدها من الجيم
او بالقوى العضليه واطلع جبل واطلع مش عارف ايه، ده كله كان غلط طبعا غلط. فكنت بعمل اكبر غلط، ستريس قوي جدا على العضلات، فده اللي كان بيسبب المشاكل. بس ادي كل الموضوع صحيح، ولا في اصابات ولا في حاجه. انت اللي كنت بتزود على نفسك، كنت بعمل لود. وبرده دي دعوه لكل الشباب والناشئين. لا ده انا في النادي ممنوع حد يخش الجيم، ده سيستم عندنا، غير بمدرب الاحمال المختص بالفريق بتاعك ومدرب الاحمال المختص داخل الجيم. اوكي ممنوع. منعا باتا اي لعيب يدخل الجيم يشتغل. انا جربت بقى وشفت. لا ده هو ده سيستم، وانا اللي بشوفه في الجيم اصلا كمان بجري وراه. ممنوع. مفيش حاجه اسمها تخش تشتغل لوحدك، ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان انت بتاخد جرعه احمال وفي عندك تمرين، او انت مخلص تمرين، فانت ما تعرفش ايه جرعه الاحمال اللي انت واخدها في الملعب. فانت ممكن تعمل لود على العضلات فتعور. فتتعور صح. تمام. او تيجي تاني يوم محمل ما تقدرش تتمرن. صحيح. فكل ده هي الموضوع كله بقى علم يا كابتن اسلام، غير ان احنا خلاص دلوقتي فترات الزمن بيتغير وفي علم دخل في الكوره بشكل كبير جدا. خلاص الكوره وصلت لمراحل بقت بيزنس كبير وعلم كبير وفيها تقدم كتير في كل شيء. فاللي مش هيتطور مع العلم والتقدم اللي في الكوره ده صدقنا هيبقى بعيد جدا. في لو رحنا لكاس العالم كل مباراه او كل 3 ايام مباراه، ده ممكن في اثناء هذا الامر ان انا ادخل الجيم برضو، بس تبقى حاجات خفيفه جدا. بتبقى حاجات للقوه من فوق ما تقدرش، وبعدين بتبقى عندك حاجه ضعيفه سنه بتحاول يعني اسمها مش عارف كنا بنعملها اللي هي حاجه خفيفه جدا يعني. ما هي حاجات بتبقى قوه خفيفه، قوه مثلا ما ينفعش تعمل اي لود على العضلات في بالحديد اللي هي كل يومين ثلاثه في خصوصا بتلعب بقى بطولات كبيره. لا ده لا هو بيديك دلوقتي قوه من فوق. أوكي. عشان تقدر تجمع العضلات تاني، وبتبقى قوه خفيفه بوزن الجسم كده في اليوم الخفيف مثلا، بس غير كده هو تاني يوم المباراه او ما تقدرش تزود بعد كده، لان انت خلاص كل 3 ايام مباراه. صحيح. وبعدين ده ضغط رهيب، ده كاس عالم. صحيح. كاس العالم الضغط الطبيعي بتاعه ضغط النفسي كمان مختلف. النفسي كابتن، الذهني والنفسي فيه الضغوط العصبيه في الكوره. ما في ناس اللي ما لعبتش ما تفهمش التفاصيل. الكلام الصغير ده صحيح. تفاصيل يا كابتن اسلام في الكوره كبيره جدا. احنا مع احترامنا لكل اصدقائنا اللي طبعا محللين ونقاد في كل مكان بنحترمهم وكل حاجه، ولكن في تفاصيل في الكوره ما يعرفهاش غير سوري يعني شريف فضيل وكابتن اسلام. الناس اللي لعبت كوره. تفاصيل الناس اللي لعبت كوره. يعني عموما يعني قصدي دلوقتي يعني. ففي تفاصيل في الكوره احنا نعرفها. صحيح. الضغط العصبي لما اللعيب الكوره لو مضغوط عصبيا، في حاجات هنا ما يقدرش ينفذها هنا. صحيح. يعني العقل ما يقدرش ينفذ، العقل في حاجات كتيره جدا عايز ينفذها، العضله نفسها ما تقدرش تنفذها لان في ضغط عصبي رهيب. فالكوره طبعا فيها تفاصيل كتير جدا لو اتكلمنا فيها. هنكمل في كاس العالم، ولكن انا الحقيقه عجبني جدا اشرف حكيمي وعلاقته بوالده ووالدته. ده حقيقي. أيقونة بر الوالدين في المونديال. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، تقرير مهم جدا جدا جدا، لأن احنا في مصر هنا الحقيقة وفي كل العالم العربي في العالم كله الحقيقة كمان، احنا مالناش غير دعاء أهالينا، والدك ووالدتك، محدش بيحبك زي والدك ووالدتك. طبعا. فخلينا نطلع نشوف هذا التقرير الهام جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم عن كأس العالم ايه اللي هيحصل. تظل دائما الام هي بالفعل ايقونه كل حاجه حلوه في حياتك يعني. ربنا يخلي امهاتنا وربنا يرحم امهات كل من توفت امه. النهارده الحقيقه يمكن في فوز تاريخي لتونس النهارده على فرنسا يا شريف. ده حقيقي، كانت مباراه، يمكن شفت المباراه كلها شاهدتها. المنتخب التونسي كان نازل بكل قوه بصراحه. الشوط الاولاني تحس ان العكس. لا تحس ان تونس هي فرنسا. عندهم لعيبه على اعلى مستوى، عندهم لعيبه جامده جدا الى حد ما، ولكن في المقابل لو قابلت المنتخب التونسي المنتخب الفرنسي هتلاقي كل اللعيبه كلها في بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونه. طبعا جم في اخر ثلث ساعه نزلوا المجموعه الرهيبه، ديمبلي على امبابي على جريزمان. يعني لقيت الماتش بقى الدنيا. قلبوا الدنيا. فايه كورتين كده وجابوا الجون وجريزمان اتلغى. الحمد لله ان هو طلع اوفسايد. يعني جريزمان اتعادل، بس الحمد لله يعني الجون اتلغى. ايه اكتر حاجه لفت نظرك في كاس العالم بشكل عام بقى مش في مباراه النهارده؟ اولا بس رساله جديده ما كناش بنشوفها قبل كده، الوحده العربيه. نعم. دي اكتر حاجه انا حبيتها جدا. التنظيم العالي قوي ده خارج نطاق الكوره اللي احنا بنتكلم فيه. في كمان الفرق الاوروبيه جايه وعايزه تعمل نتائج مبكره، وفي فرق اوروبيه لو نتكلم على المستوى الفني مثلا هنتكلم ان في فرق عندها سكواد عالي جدا. عندك البرازيل،
الارجنتين لا، من السكواد بتاعهم مش عالي، البرازيل، البرتغال، انجلترا وفرنسا، دول اربع منتخبات عندهم سكواد يعني اقوى لعيبه موجوده، لعيبه بدلاء واساسيين. انت كمان في كريم بنزيما كمان اتصاب مع فرنسا كمان. عندك البرتغال لعيبتها على اعلى مستوى، انجلترا تبص منتخبين مش منتخب واحد، البدائل ما تفهمهاش من الاحتياطي. هولندا بالنسبه لك بتشوفها بعيده؟ لا، مستوى الفني بعيد، السكواد ضعيف جدا، حتى اللعيبه فنيا، حتى المدرب كمان بيقدم فانخال بيقدم بمستوى ضعيف، وتحسه متخوف كل المباريات. نعم، بيأمن جدا دفاعيا. المستوى المنتخب الالماني، منتخب الالوان زي ما بنقول، مش عاجبني خالص، مش ده منتخب الالماني الرهيب. اسبانيا بقى، المنتخب الاسباني السكواد بتاعه مش عالي برضو، خلي بالك عاملين مباريات حلوه، عنده الاعمار السنيه، الوسط الاعمار السنيه صغيره قوي كتير، مع الفرق الثانيه الاعمار سنيه اكبر، مع السكواد الاعلى هتبقى فيها مشاكل. والدليل ان هي مع المنتخب الالماني اتعدلت، صحيح، وكانت ممكن تخسر كمان في الماتش ده بالذات، يعني ان المانيا كانت المفروض تكسب. نعم، فبانت قوه اسبانيا قوي في ده، ما انت ما قيمهاش قدام كوستاريكا، صحيح، ما كسبت سبعه، اسبانيا كسبت كوستاريكا سبعه، فالمستوى الفني كان بعيد جدا. يعني ان شاء الله انا شايف المنتخبات الافريقيه برضو يا شريف، يعني احنا شفنا السنغال وصعدوا بالفعل للدور ال 16، غانا عندها فرصه كبيره جدا ان هي تصعد لدور ال 16، المغرب عندها فرصه كبيره جدا ان هي تصعد لدور ال 16. لا، وكمان يمكن الحاجه كمان الملفته جدا في البطوله هي ظهور المنتخبات العربيه والافريقيه بشكل مبالغ. ما اعرفش وجهه نظري ان كل الناس كانت شايفه ان المنتخبات الافريقيه لم تظهر بشكل جيد في بدايه اول مباراه. هي منتخب سعودي بس المنتخبات العربيه هي اللي لا دلوقتي العكس عكس. الدنيا مشيت العكس، ده حقيقي. يمكن المنتخبات العربيه بدات بدايه قويه جدا بالمنتخب السعودي، صحيح، وبعد كده بدا المستوى في النزول، وبدات المنتخبات الافريقيه هي في المستوى التصاعدي تصعد، ومعاهم كمان المنتخب المغربي. المنتخب المغربي طبعا هو افريقي عربي، ما هو عشان افريقيا فبدا في التصاعد هو كمان معاهم مع المنتخبات الافريقيه. بس ان شاء الله هيبقى في تواجد سنغالي وغاني فوق، والمغرب ان شاء الله. يعني ايضا مين المنتخبات العربيه اللي ممكن يصعد بعد دور ال 16 او الافريقيه؟ يعني هل ممكن نشوف المغرب؟ هل ممكن نشوف السنغال؟ هل ممكن نشوف غانا؟ ثلاث منتخبات على مستوى عالي جدا، واتوقع ان شاء الله على الاقل اثنين من الثلاثه هيصعدوا ان شاء الله. واتمنى المنتخب المغربي طبعا. مين افضل لاعب عربي؟ في افضل لاعب، دي صعبه اصلا، ما فيش حد بنقول دايما على حكيم مثلا، ممكن اشرف حكيمي في مع المغرب. مع المغرب عناصر عربيه هي دي، ما فيش. هل دلوقتي اصبحت كره القدم بعيده عن الفرديه؟ هل كره القدم راحت للجماعيه حتى في المنتخبات الكبيره؟ يعني زمان لما كنا بنتكلم على الارجنتين بنتكلم عن ميسي، قبل كده كان مارادونا، لما تيجي تتكلم عن البرازيل ايضا كنت بتتكلم عن رونالدو الاسطوره والظاهره. لما دلوقتي لغايه دلوقتي لما بتيجي تتكلم عن البرتغال، قبل كده كريستيانو رونالدو، دلوقتي لا، دلوقتي البرتغال فريق جماعي كامل، تقدر تتكلم عن برونو، تقدر تتكلم عن معظم اللاعبين اللي موجودين لعبوا في انديه كبيره جدا وبيلعبوا في انديه كبيره جدا. فهل انتقلت كره القدم من الشكل الفردي او من اللعيب الفردي او الاعتماد على اللاعب الفردي للاعتماد على الجماعيه في الاداء؟ الجماعيه في كل شيء، في الاداء الهجومي والاداء الدفاعي والتنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي. نعم، كل دي اسمها جماعيه الفريق، ما بتعتمدش ابدا على فرد واحد او مهاره فرد واحد الا اذا في امور بسيطه جدا. ولكن الجماعيه دلوقتي لو مش موجوده صعب جدا تكسب، بالذات في المنتخبات الكبيره، وده شايفينه. القوة التنظيمية للفرق، وده التطور في كرة القدم، صحيح. عمليات التنظيم في الخطوط، الخط الخلفي والخط الوسط والخط الأمامي بقت رهيبة جدا غير الأول خالص. مفيش المساحات بتاعت زمان، المساحات كلها كانت بالأول من 45 متر ل 35، صحيح، دلوقتي بقت 25، ده من خط الظهر للخط الأمامي، ما تبعدش عن 25 ياردة. خط طولي وأمامي وعرضي وجانبي، التيم بقى بلوك واحد في كل اجزاء الملعب، صحيح. فهي دي دلوقتي خلاص كره القدم اختلفت تماما. انا بشوف ان نجم هذه البطوله الجماعيه في الاداء، يعني ده حقيقي.
الواضح ان انت حتى لما تيجي تسال اي حد، لما باجي اسال اي حد مين نجم المباريات اللي انت شفتها الفتره، ما حدش يديني اسم واحد. ما تلاقيش، لا تلاقيش. ما تلاقيش، تلاقي يقول لك فريق يعني ميسي، يقول لك لا ما هو ميسي مش زي الاول، رونالدو، طب رونالدو كبر اصلا، مش عارف بنزيما مش موجود، طب مش عارف مين ايه. فدلوقتي انا بشوف ان الجمعيه هي اللي عامله هذا الامر. اتمنى ان ده كمان ينتقل الى الدوري المصري ونشوف النادي الاهلي دائما. احنا دائما ميزه النادي الاهلي طوال حياته هي الجمعيه، الاعتماد على الجمعية. عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الأهلي، والنادي الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش إن شاء الله يوم الجمعة القادم، ونرجع نكمل أو نختم بقى مع النادي الأهلي وإيه اللي بيعمله النادي الأهلي أو إيه اللي هيحصل مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين الشريف. عندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة القادم أمام نادي طلائع الجيش، بعد بقى ما قفلنا صفحة الكاس بدأنا ننظر إلى صفحة الدوري. ده حقيقي، يمكن نرجع للدوري المصري بتاعنا إن شاء الله نتعد، لأن يعني إن شاء الله يبقى مباراة بداية عودة الدوري، تبقى نعم. مباراة قوية جدا. نادي الجيش معروف دايما إن هو بيقدم مباريات قوية جدا قدام النادي الأهلي، وبيقدم دايما مباريات بيعمل فيها نقاط إيجابية. فأنا أعتقد إن دي مباراة مش عايز أقول مصيرية أو في عودة الدوري بالذات، لأن دي فريق نادي الجيش بالذات بيستعد كمان في مدير فني جديد كابتن محمد يوسف. صحيح، كابتن محمد يوسف جيب جهاز فني جديد، فدي قيادة فنية جديدة، فده كمان دافع جديد للعيبة نادي الجيش. فأتمنى إن شاء الله يبقى اللعيبة في كامل تركيزها. أعتقد إن معظم اللعيبة خلاص هتبدأ تشارك، العناصر الأساسية كلها، لأن هو كان مريح ناس كتير عشان ماتش الكاس. فهتبتدي، وفي ناس الحمد لله رجعت من الاصابات، اعتقد محمود متولي وعبد المنعم وان شاء الله واكرم توفيق، كل الناس دي ان شاء الله تبقى موجوده. الجيش بطريقه لعبه المعروفه طوال عمره، وهي طريقه اللعب زون ديفنس، الزون ديفنس والاعتماد على الكاونتر اتاك، ده اللي بيتعمل. بص يا كابتن اسلام، ماتشاتنا اللي خسرناها قدام سموحه وخسرنا منها الدوري كان بنفس الطريقه، تعمل زون ديفنس اتاك، ثلاث كور اربع كور دخلوا فيه جوان. صحيح، هي كده بالظبط. يعني هات ماتشات سموحه اللي خسرناها مثلا زون ديفنس، بيعمل كومباك منطقه زون زون ديفنس محترم في نص ملعبه، ويعمل كاونتر اتاك. هو ده اللي بيعمله. في هنا التوفيق وعمليه التنظيم الدفاعي دي مهمه جدا. يبقى انا دوري دايما التحفيز، انا طبعا مش عايز اخش في امور فنيه، ولكن طبعا اكيد مستر كولر والناس مذكرين الامور دي كلها، اكيد دي حاجات فنيه اتكلموا فيها كتير جدا مع اللعيبه، بس هي الامور تبقى الديفنس مركز جدا مع العناصر اللي موجوده في النواحي. مثل هذه التكتلات كيف يمكن ان يتم فصلها وان احنا نقدر نجيب بقى اهداف؟ كره القدم هي حلولها دايما يا اما تصويب من بعيد، الحلول الجانبيه، الكروسات، الشوتنج من بعيد، الاختراقات الاماميه اذا كان بالدبل باس او الوان تو هات، كل دي. ولكن انت عناصر النادي الاهلي بتتكلم ان انت ليك سيستم واستراتيجي معين هتلعب بيه المباراه. نعم. وانت عارف ان انت الفرقه هتقفل قدامك بالشكل ده، يبقى انت كمدير فني اوريدي في استراتيجي معينه. صحيح. يا جماعه لو في عمليه تحضير من هنا يبقى في المناطق العكسيه اللي هي اسمها المنطقه الخامسه في الكوره، المناطق العكسيه دايما اللي هي عند الوينج رايت والوينج ليفت، لو الكوره عند الوينج رايت او الوينج ليفت بتعمل دايما في المنطقه العاميه اللي هي رقم خمسه على الباك العكسي ايا كان هو، دي دايما استراتيجي. صحيح. دي بتحل اللي هي مثلا انا بجمع هنا، لو شفت النهارده كابتن اسلام مثلا الجون بتاع اعتقد المحله كان بيلعب الاتحاد النهارده كسب وقدم مباراه كبيره جدا. دي واحده من الجمل اللي انا بقول لك عليها. انا متاكد ان الراجل المدير الفني بصراحه بيشتغل على النقط دي، لان هو واضح جدا ان هي معموله اللي هي بقولها لك. اوكي. اللعيب قطع لجوه وعملها في العكسيه، في اتنين اوريدي موجودين هناك واقفين هم مستنيين، يعني هي جمله محفوظه، دي استراتيجي، ده متحفظ. أوكي. ده الشغل اللي بتكلم عليه. فمستر كولر بيعمل لنا من الوحدات دي كتير جدا. أوكي. حاجات مجمعه، حاجات العكسيه، كل ده موجود، وان شاء الله هيبقى الحلول موجوده يعني. يا رب ان شاء الله. شريف انا بشكرك جدا على تواجدك معانا النهارده، ودايما الحقيقه بنستمتع بوجودك معانا. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا، كل التوفيق طبعا مع فريق 2001، وان شاء الله نشوفك بقى مدير فني للنادي الاهلي وكل الانديه اللي انت نفسك فيها. متشكر جدا يا كابتن اسلام، مبسوط جدا بوجودي معاك، وان شاء الله ابقى معاك دايما على طول، وتنورونا بقى ان شاء الله في مدينه نصر باذن الله زي ما عودتونا باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم كابتن شريف عبد الفضيل. هطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد مجدي ومحمد عبد الحافظ محللي كره القدم العالميه وكواليس المونديال من خلال هذه الفقره اللي حضراتكم دايما بتستنوها، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد مجد، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام. ايضا محمد عبد الحافظ، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبارك يا كابتن؟ شكرا، كله كويس الحمد لله، بخير، كله تمام الحمد لله. احمد، خلينا نبدا وكالعاده، احمد ومحمد، خلينا نبدا وكالعاده الحقيقه بتقديم تقرير عن اخبار المونديال النهارده. ايه اللي حصل النهارده من خلال هذا التقرير؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. وكالعاده ايضا نتائج مباريات اليوم، استراليا بتفوز على الدنمارك بهدف مقابل لا شيء، ولقيت الدنمارك جابت جون، كان تونس صعدت بعد فوزها على بطل العالم. تونس بتفوز على بطل العالم بهدف مقابل لا شيء في واحده من افضل مباريات الفرق العربيه او المنتخبات العربيه خلال هذا المونديال. والسعوديه والمكسيك، انتهت هذه المباراه ايضا بفوز المنتخب المكسيكي على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف. أما بولندا بخسرت من الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء. خلوني أبدأ بقى مع حضراتكم وأحمد يقول لي، أو نبدأ حديثنا عن مباراة أستراليا والدنمارك ورأيك في هذه المباراة. طبعا كانت أستراليا عندها دوافع كبيرة جدا أن هي تحسم الموضوع بدري، بس الدنمارك كانت الخصم يعني الطرف الاقوى في المباراه في وقت طويل جدا. بس استراليا لعبت، استراليا كانت مستبعده اساسا من كاس العالم، او ما كانتش هتوصل لكاس العالم. كانت وصلت بالملحق، وصلت بالملحق عادي، اللي هو بيحصل بشكل تلقائي يعني بين المنتخبات اللي جايه من يعني هي كانت ابعد الفرق للوصول. سبحان الله. ولكن دخلت المونديال بواقعيه، ما فرطتش في النقاط زي ما الدنمارك عملت. صحيح. في المباراه الاولى قدام تونس. فرنسا اللي دخلت المجموعه كالعاده كمرشحه بارزه او ابرز المرشحين للتاهل. استراليا لعبت على هجمه مرتده من البدايه، لان عارفه ان في فرق في القدرات الفرديه بينها وبين الدنمارك على مستوى العناصر يا كابتن، ونجحت في هجمه مرتده منظمه جدا في نهايه الشوط الاول ان هي تسجل الهدف الاول اللي يعني استقتلت علشان تحافظ عليه في لحد نهايه المباراه، لان عارفه انه غالبا النتيجه الناحيه الثانيه ان كان فرنسا كسبت او تونس تعادلت هي هتصب في صالحها. ولكن اللي ما كانتش متوقعه خالص ان هي تعادل نفس الرصيد بان تونس تكسب فرنسا وتوقفها عند النقطه رقم 6. استراليا حققت كل اللي هي عايزاه من المباراه، ووصلت حتى الدفعه المعنويه كبيره انها تحقق نفس رصيد النقاط اللي فرنسا محققاه. هيقابلها خصم صعب جدا طبعا في الدور الثاني هو الارجنتين، بعد الدفعه المعنويه الكبيره اللي واجهته اللي هو حصل عليها بوصوله للنقطه 6 وتصدره للمجموعه بعد القلق بتاع ماتش السعوديه. ما اعتقدش استراليا هتكمل كتير بعد ماتش الارجنتين، ولكن ما اعتقدش برضو انها تكون خصم في المتناول بالنسبه للارجنتين في الدور الثاني. طيب محمد، المنتخب الدنماركي كان من المتوقع ان هو يعمل مباريات افضل من كده. بلا شك، بالنظر للمستوى الدنمارك في السنين الاخيره، مش بس في كاس العالم، حتى في بطوله اوروبا. بطوله اوروبا اللي فاتت الدنمارك خسرت في السيمي فاينل بصعوبه جدا ضد انجلترا وفي ويمبلي. فالدنمارك بشكل عام مشاركتها في بطوله اوروبا وكاس العالم دايما بتقدم مستوى كويس، مستوى منضبط، عندهم قوه بدنيه في الالتحامات. فريق من الفرق الاسكندنافيه اللي بتبقى مذاكره كويس وهي داخله البطولات اللي زي دي. فلما تبص المجموعه بالمنظر ده، كنا لسه بنتكلم دلوقتي على ان استراليا اتاهلت بالملحق من اخر منتخبين وصلوا لكاس العالم. صحيح، ده مسكت في الديل يعني. مسكت في الديل الطياره بالظبط كده. فالدنمارك على الورق، كاس العالم دايما بنقول كاس العالم على الورق، الدنمارك وفرنسا هما اللي رايحين، وكان في توقعات حتى ان الدنمارك تنافس فرنسا على المركز الاول. انا في اعتقادي المجموعه دي اللي حسمها من وجهه نظري الشخصيه ماتش تونس واستراليا. الماتش ده اللي استراليا فازت فيه 1-0 ده كان ماتش التاهل بالنسبه لتونس. صحيح، لو كانت تونس خدت النقط في الماتش ده كانت ممكن تساعدها جدا، لان برضو مش عاوزين نغفل حاجه. انه تونس النهارده بفوزها على فرنسا، صحيح انجاز كبير، نهني الشعب التونسي عليه، لانه في النهايه هيفضل في تاريخ الكره التونسيه والكره العربيه ان فريق عربي هزم تونس، زي ما الجزائر او هزم فرنسا، زي ما الجزائر هزمت المانيا الغربيه في 82. صحيح الجزائر ما وصلتش دور 16 في كاس العالم وقتها، لكن الكل بيقول هذا الكلام، لكن كلنا فاكرين الماتش ده ومش هننساه. المغرب لما هزمت اسكتلندا في 98، السعوديه لما هزمت بلجيكا، كل دي ماتشات تاريخيه. مصر لما تعادلت مع هولندا بجون كابتن مجدي. فاللي هو النهارده فوز تونس هيخش التاريخ، ولكن طبعا في يعني مراره شويه بعدم التاهل للدور الثاني، خصوصا ان انت فرطت في مباراه استراليا، وهي المباراه، او مش فرطت، هي المباراه اللي كانت
اللي خد عليها جلال القادري الانتقادات كبيره جدا جدا، لانه كان من الممكن افضل ما كان كنت ممكن تخلص هذه المباراه كانت تخلص تعادل وليس لو بداها بتشكيله ماتش النهارده. والنهارده جلال قادري بادئ بست لعيبه مختلفين عن يعني من بينهم علي معلول. علي معلول ما لعبش ده اللي غريبه جدا. علي وجوده وخبره وما اعرفش يمكن هو ليه حسابات معينه في دماغه، لكن في النهايه اعتقد ان علي مثلا في مباراه استراليا في مثل هذه المباريات انت محتاج واحد يعمل لك اوفرين ثلاثة بس. طبعا تونس النهارده عملت اوفرين، او علي معلول عمل اوفرين او ثلاثة دواء جوان زي ما بنقول. النهارده هو وكشريدة بالذات، كشريدة على اليمين كشريدة وعلي على الشمال كانوا عاملين توازن ما بين علي وكشريدة. كشريدة لعيب جامد باك رايت جامد يعني او كل حاجة، ولكن في نفس الوقت بيبذل مجهود اكتر من علي بكتير. لكن علي بسم الله ما شاء الله قادر ان هو خلي بالك قافل الحتة كويس لغاية لما ديمبلي نزل وعمل، لكن بيعمل اوفرات جيده جدا، وكان ممكن جدا جدا لو بيلعب في مباراه استراليا دي كان يبقى له دور. ده حتى ما نزلش احتياطي يعني، كان احتياطي او في واحده كان في مباراه احتياطي ومباراه في المباراه الثانيه نزل كبديل في ماتش استراليا بس استراليا. هو ما كانش لحق يعمل حاجه. كمان محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان عمل ماتش كبير جدا النهارده اللي مش مبرر فعلا انه ما يبداش ولا يشارك في المباراتين اللي فاتوا. يعني فرقه التونسيه تبدل حالها تماما يعني. انت كان ممكن العنصر بتاع علي العبدي ده مثلا يعني يحسم بس الجبهه اليسرى لما عثمان ديمبلي نزل بحيث يساند علي معلول في 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 انه يواجه عثمان ديمبلي يعني، ولكن انك ما تبداش بمعلول خالص انت بتفقد الفرقه عنصر يعني عنصر هجومي كتير كبير جدا يا كابتن. كبير وغريب يعني ان انا افقد واحد زي علي معلول في اوفرات. انت محتاج ايه؟ في باكات نوعيه لاعبين يلعبوا لك عشان يعملوا لك اوفرين ثلاثه يجي منهم جول. انا بشوف ان علي حتى دفاعيا عمل ماتش كبير جدا علي معلول. بس كنت بقول لك حتى دفاعيا يعني اللي النقطه اللي احنا بننتقد فيها او الناس بتنتقد فيها علي معلول لما بيجي تصنفه كوسط الباكات الكبيره اللي جت في تاريخ مصر، علي معلول لا النهارده عمل ماتش دفاعي كبير جدا لحد ما فعلا الجبهه دي نزل فيها عثمان ديمبلي وبدات تكون اكثر شراسه بنزول عثمان ديمبلي ومبابي الناحيه الثانيه، وجريزمان بقى بينقل اللعب في الشوط الثاني ما بينهم. فاعتقد علي معلول عمل ماتش دفاعيا كبير جدا، وهجوميا كان ليه دور كبير جدا ان الفرقه تتنفس، لانك لما كنت بتعتمد بس على مجهود العيدوني والياس السخيري في نقل اللعب من خط النص بغض النظر عن ان هما الاثنين امكانياتهم عاليه جدا بس هما ما عندهمش مفيش سرعه برضو يا كابتن. عيدوني لعيب هايل جدا بيلعب في الدوري المجري، واعتقد ان هو ممكن يروح دوري يروح اقوى دوري اقوى المجري الفتره اللي جايه. صحيح هيروح الجزائر على فكره اصول جزائريه وكان هيستدعى للمنتخب الجزائري. هو بروفايل اللعيبه الجزائريين اختار منتخب عيدوني. تونس بيفكرني بكريم زياني اللي هو كان عندهم في 2000 لا بس خلي بالك هو وجوده اعتقد عشان او اختياره لمنتخب تونس عشان يلعب في كاس العالم يعني بالزبط. مش عشان لا هو لسه جاي قبل البطوله يعني هو لعب تقريبا 4 ماتشات دوليه قبل كده تقريبا 4 أو 5 بس. هو فعلا زي ما حضرتك بتقول هو كان في جيل كامل يعني 6 7 لعيبه تم وضع الانظار عليهم، منهم حمزه رفيعه، منهم عمر رقيق واخوه كريم رقيق، منهم كذا لعيب كانت تم الوضع العين عليهم من تونس. وده الشغل المنهجي فعلا اللي فعلا بيقود ان انت يعني ان فعلا المنتخب بيكون على راس الاولويات في مشاريع على المدى الطويل. وده اللي احنا بنطالب بيه في الكره المصريه انه يوضع فعلا المنتخب كاولويه فوق كل شيء، بغض النظر ان تونس ما صعدتش وبغض النظر ان يعني على الورق هيتسود خانه ان ده فشل، ولكن اللي حصل كله والاداء التونسي كان اداء مشرف جدا، وينم ان المنتخب التونسي بقياده محليه ان كان هيستمر جلال القادري او مش هيستمر او هيتم وضع مدرب اجنبي في الحسبان الا انه النسخه دي مشرفه. بتفق مع محمد جدا في النقطه انه لو هيفضل يتكتب في التاريخ ان تونس فازت على بطل العالم أكيد. حامله اللقب. واعتقد كمان مهم ان احنا ما نغفلش فكره اقامه البطوله في دوله عربيه حقيقي. انا شايف انها قللت الفجوه ما بين المنتخبات الكبيره والفرق العربيه. النهارده ماتش تونس وفرنسا تحس ان انت في رادس، عدد صوت الجماهير والاجواء اللي خلقاها في الملعب اعتقد ساعدت لعيبه تونس اكتر بكتير في ان هي في الاوقات الصعبه. صحيح فرنسا، خلينا نعترف ان فرنسا داخله الماتش مش حاطه كل فرنسا اوريدي داخله البطوله فاقده عدد كبير جدا من اللعيبه، بوجبا وكانتي وكريم بنزيما، فمش عاوز يفقد لعيبه اكتر. ريح النهارده لعب في الصف الثاني تقريبا، وبالتالي الصف الثاني اغلبه صف ثاني، بس هي من اقوى الفرق حتى يعني برغم هزيمه النهارده من واقع الماتشين اللي في الجوله الاولى والثانيه اعتقد فرنسا هي والبرازيل واسبانيا ونضيف عليهم المانيا. انا متوقع ان المانيا تفوق. انا شايف الاربع فرق دول افضل فرق ظهرت في البطوله لحد دلوقتي. اسبانيا
اسبانيا غير عاديه، اسبانيا هيله حقيقه يعني ما مش لسه مش باينه. مشكله اسبانيا الوحيده من وجهه نظري عنصر خبره، عنصر خبره قليل شويه في الفريق، لكن في سيستم معمول وفي مدرب مستقر بقاله فتره طويله وفي مستوى لاعب بتاع دوري الابطال، ده مش بنشوفه في كاس العالم يعني. انا دوري كاس العالم عاده بيبقى فيه كواليتي كوره اقل من البطولات الاوروبيه، لكن في طاقه وحماس وروح وطنيه اعلى، فده بيغطي شويه. الفرق بقى اللي بتقدم لنا الكوره اللي بنشوفها في الدوريات زي الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا، اعتقد احنا بنشوف لمحات من دي كتير قوي مع منتخبات زي انجلترا وفرنسا واسبانيا والمانيا مع فليك. اعتقد بدايه من بكره من ماتش كوستاريكا اعتقد المانيا هتكسب وتعدي تروح الدور الثاني بشكل مختلف. طيب على الجانب الاخر مباراه تونس بقى وفرنسا، مباراه تونس وفرنسا مباراه شوط او شوط ونص للمنتخب التونسي كان يستطيع، او تحس ان المنتخب التونسي هو اللي لابس ازرق والمنتخب الفرنسي كانه حتى مش تونس اقل من المنتخب التونسي، لكن انا اقصد اقول انه المنتخب التونسي عمل مباراه على اعلى او 60 دقيقه على اعلى اعلى مستوى طبعا يا كابتن، سواء دفاعيا او هجوميا بالمناسبه. صح، لان انت انك تحجم حتى اللعيبه اللي موجودين حتى دول موجودين دول حتى اللي موجودين لعيبه كبيره جدا. الفريق التونسي يعني كل خط نص فرنسا بالطول وبالعرض، وانا برضو شايف ان نقطه الضعف اللي عند منتخب فرنسا كمنتخب مصنف جدا يعني كمنتخب مصنف من الاوائل هو خط النص. انا شايف ان خط النص بتاع فرنسا محتاج تدخل كده من ديشان بحيث يحمي بعض الفجوات اللي موجوده عند كامافينجا وعند تشواميني وعند بدايلهم بشكل عام. والنهارده كان ماتيو جندوزي بالذات في الشوط الاول انا ما كنتش شايف ان هو قادر يجاري اللعبه التونسيه على مستوى القوه البدنيه او على مستوى السرعه او على مستوى الاندفاع او على مستوى التكنيك حتى في المهارات في الشوط الاول. تونس دخلت الماتش بروح عاليه جدا، الهدف اللي جه في الدقيقه 6 حتى بعد ما اتلغى انا شايف ان هو زق تونس جدا لقدام يعني. صحيح، شايف ان الجون البدري حتى لو اتلغى جون حلو، خلي بالك جون حلو جدا فينيش بتاع الغندالي. واحنا بنتكلم برضو بنحط احصائيات المباراه وايه اللي حصل في هذه المباراه اللي كانت بالمناسبه يعني بشوف ان نسب الاستحواذ ما اعرفش غريبه بالنسبه لي، كانت غريبه لما شفت نسبه الاستحواذ في اخر المباراه 64 بعد ما نزلوا اللعيبه بعد ما نزلوا جريزمان وديمبلي ومبابي الفرق اختلفت خالص. يعني قد ايه ده كان 30 دقيقه بس هو كان ساعه ونص ساعه سوري. هي تونس من بعد ما سجلت الهدف بدات تسيب الكره لفرنسا يعني ده كان طبيعي لان فرنسا بعد ما سجلت الهدف ده طبيعي الكره التونسيه طبيعي. ده اسلوب الكره التونسيه. لكن في حاجه برضو مش محتاجين ان احنا ما نغفلهاش النهارده، احمد كان بيتكلم على بعض العناصر في منتخب فرنسا النهارده. ديشامب حط كامافينجا باك شمال، هو اوريدي عنده مشاكل في خط النص فهو حطه في باك شمال فزود مشاكل كامافينجا اكتر. حاجه كمان مهمه النهارده، فرنسا لعبت بالتشكيله البديله، الصف الثاني في منتخب فرنسا اعتقد بيغيب عنه الانسجام، فده كان مهم جدا النهارده ان انت بتلعب ب 11 لعيب ما لعبوش كتير مع بعض. لو ضفنا على كده كمان ان البطوله بتتلعب في الشتاء لاول مره. صحيح. على فكره البطوله لما بتكون في الصيف بتبقى المنتخبات الاوروبيه اللي من نوعيه فرنسا عندها فرصه للاستعداد اطول، فده شيء كان مباغت شويه للمنتخبات الاوروبيه ان انت بتلعب في فتره الدوريات الاوروبيه لسه خلصانه من اسبوع 10 ايام بالكتير قوي ودخلت بتزود نسب الاصابات، فلما تلعب بالسكند تيم كمان هيبقى في عدم انسجام رهيب. اعتقد ده فرق النهارده مع تونس ووصلنا في الاخر ان احنا طلعنا بنتيجه تاريخيه ان فريق عربي يفوز على فرنسا بطله العالم. ما كملتش يعني قدر الله ما شاء فعل، بس في النهايه هو فوز تاريخي لازم التوانسه يفتخروا بيه لانه مش سهل ابدا ان انت تفوز على بس العرب بشكل عام. وده ثالث انتصار بالمناسبه لتونس في تاريخ كاس العالم، هي اللي اتصارت لحياتها قبل كده كان سنه 78 مع الارجنتين مع الكابتن القدير عبد المجيد شتالي الجيل الذهبي لتونس، هزموا المكسيك 3-1، والنسخه اللي فاتت هزموا بنما كانوا الفرقتين من الكونكاكاف. النهارده بيفوزوا على فريق اوروبي وبطل اوروبا وبطل العالم، اعتقد ده انجاز مش هيعدي سهل يعني. وهبي الخزري واحد من اللاعبين الكبار جدا مع المنتخب التونسي على الرغم من ان هو مش عارف اقولها ازاي، هو لعيب جامد جدا وكل حاجه ولكن ما تعرفش مش واخد حظه مثلا ولا انا مش فاهم. لا هو علشان يعني في اوقات بتحس ان هو عالي جدا جدا يعني. انا النهارده انا قاعد بتفرج بقول هو ده وهبي الخزري هو ده؟ لا ده هو كان يعني انا بتخيل انه بدايات وهبي الخزري كمان كانت اكتر بكتير. لو دلوقتي تقدم في السن يعني بنسبيا اعتقد 32 او 33 سنه، وهبي الخزري لما بدا يطلع وبدا يستدعى لتونس بعد ما لعب في كل الفئات السنيه لمنتخب فرنسا كان لعيب مهاري جدا، كان يعني ستايله شبيه بمحمد زيدان مثلا في مصر. صحيح. بيرقص كتير وبيلعب كتير
ولكن تونس برضو عندها الحته المحليه شويه غالبه على تنجيم اللاعبين. فمثلا يوسف المساكني مثلا بنفضل نتذكره كواحد من اساطير الكره التونسيه لان هو ليه مرد اللي هو الترجي في الترجي التونسي في الكره التونسيه. زبير بيا مثلا بيفضل الناس فاكره لان هو ليه مرد اللي هو النجم الساحلي. الهادي برخيصه رحمه الله عليه ليه مرد اللي هو في الترجي فدي الاساطير اللي التوانسه زي عندنا مثلا اللاعب اللي بيطلع محترف بس ما مش من اهلي وزمالك على سبيل المثال دايما بنتذكره دايما على اساس ان محمد صلاح مثلا مش حي. لا طبعا بس محمد صلاح بذل مجهود كبير جدا يا كابتن لحد ما يكسب والنني النني مثلا بس النني 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 انتماء اهلاوي يعني النني ارسنال ماشي النني اهلاوي في الاصل خزري بمناسبه الكلام لا بمناسبه الكلام على الخزري الخزري النهارده بقى هداف العرب في كاس العالم بثلاث اجوان بالتساوي مع السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري اللي هو سجل النهارده وبقى ثلاثه برضه. برافو عليك. بس في لعيبه تشوفهم تقول ان هم وسامي الجابر بالمناسبه برضه ثلاثه سامي ثلاثه سامي وسالم الدوسري اثنين سعوديين وواحد تونسي. انا بتكلم على وهبي لان وهبي بيقول لك النهارده هتشوف وهبي صح خلاص خلص والعالم كله تقريبا بيتكلم على وهبي الخزري تخلص النهارده مش هتسمع عن وهبي لمده لان هو ماشي لان هو محترف مش هتسمع عنه يعني ما حدش هيسمع عنه حاجه لانه محترف ما بيواجهش مثلا الانديه المصريه دايما فتسمع عنه في افريقيا فتسمع عنه دي نقطه. النقطه الثانيه هو محترف دايما في الانديه المتوسطه في فرنسا يعني هو دلوقتي في مونبلييه عامل مسيره كويسه جدا في مونبلييه ما بيطلعلكش بارقام خارقه في مونبلييه يعني هو بيجيب 10 تجوان في السنه بيعمل 6 7 اسيست ومحافظ على ده وده كويس في الكارير دلوقتي تقريبا داخل السنه ال 11 ليه مع منتخب تونس وهبي الخزري لعب اول ماتش دولي ليه اعتقد 2011 2012 صحيح. فانت بتتكلم لما يتكتب في التاريخ ان ده احد اساطير منتخب تونس وواحد ودايما موجود في البطولات ودايما بيأدي باقصى طاقه عنده ولو حط على الوينج بيكون اهم عنصر وتحط في راس الحربه بيكون اهم عنصر بس هي نقطه المود احيانا بتفرق يعني هو برده المود بتاعه شويه عصبي شويه صحيح. في بعض الامور ما بيتكلمش برضو عربي صرف صحيح. جدا فما بيطلعش في تصريحات كتير مش مهتم جدا يعني بالفكره المحليه التونسيه الفكره المحليه التونسيه مش شغله قوي هو كان حتى النهارده كان بيسلم على ديشان لان هو دربه في منتخب فرنسا تحت 21 على في 2010 او 2011 بيسلموا على بعض سلام حار يعني. حار يعني شويه بعد المباراه فهو بالنسبه له كان اختيار منتخب تونس كان اختيار للكارير اللي لو كان فعلا وهبي الخزري بالكواليتي دي راح منتخب فرنسا في الوقت ده ما كانش هيلاقي فرصه وسط كل الجيل ده فاعتقد ان اختياره لتونس في الوقت ده كان اختيار يعني عشان راح هو عارف مصلحته علشان ده الافضل فعلا في الوقت ده. حاتم بن عرفه كان اكبر منه حاجه بسيطه مثلا وسام بن يدر تقريبا في نفس مرحلته العمريه واصغر منه ما اختاروش تونس واختاروا يلعبوا في منتخب فرنسا والكارير بتاعهم انتهى تماما على الصعيد الدولي ما خدوش نفس الصيت الدولي اللي وهبي الخزري خده في تونس. دلوقتي احنا لما اتكلمنا في الرقم قلنا وهبي الخزري هداف العرب في المونديال هداف كاس العالم هداف كاس العالم في المونديال بالظبط يا كابتن. طيب عموما دي كانت المباراه الاهم بالنسبه لنا تونس ولسه هنتكلم عن المباراه مهمه اخرى مباراه السعوديه والمكسيك والارجنتين وبولندا ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن هاتين المباراتين. كان في الامكان افضل مما كان في مباراه السعوديه والمكسيك الكل كان ينتظر اداء سعودي افضل الحقيقه لما المنتخب السعودي عمل مباراه جيده امام المنتخب الارجنتيني وكسب كلنا كنا مبسوطين وسعداء لما عمل مباراه كويسه امام المنتخب البولندي واتغلبنا واتغلب المنتخب السعودي برضو كنا سعداء ولكن نص سعاده. النهارده الحقيقه ولا اداء ولا نتيجه يا احمد يعني الفرق كان كبير جدا بين المكسيك والسعوديه النهارده الصراحه كان الفريق الاكثر جديه والاكثر اصرار على الهجوم وبرضو السعوديه كانت داخله فاقده كتير من عناصرها ده حقيقي ده لازم يتقال بسبب الاصابه وكده فده ما ننساهوش خصوصا لا يعني الليفل البدني كان عالي جدا من المكسيك النهارده صحيح. بتتكلم في عناصر زي فيجا وزي هيرفينج لوزانو وزي لويس تشافيز اللي عمل مباراه تاريخيه النهارده الصراحه غير الجون العظيم اللي جابه كان هيجيب جون شبهه برضو ولكن كان ليه تصويبات لان كنت بعتها لفريق الاعداد لو يبعتوها حاضر هيعملوها لك طلب بعتها يعملوها كان في يعني اصرار مكسيكي قوي جدا على التصويب من خارج ال 18 ومن مسافات بعيده جدا لاستغلال ان النقطه دي فعلا نقطه ضعف عند محمد العويس حارس السعوديه حتى في الدوري يعني حتى في ماتش الاهلي مثلا والهلال في كاس العالم للانديه التصويبه بتاعت محمد هاني انا تذكرتها تصويبه السوليه انا تذكرتها تصويبه محمد هاني اللي جه منها الجون الثاني ياسر ابراهيم وتصويبه السوليه اللي جه منها الجون الرابع كانت نقط ضعف كبيره عند محمد العويس. فالنهارده المكسيك كان داخل على الكور دي وواضح فعلا مثلا هو طبعا الجون الثاني بتاع المكسيك جون عظيم جدا ولكن العويس في خطوتين
برضه قبل يعني ما نط يعني في خطوتين كان المفروض ياخدهم، لا اكتفى بالنط فالكره سبقته بتاعت شافيز. بس صعبه قوي الكره، شوطه صعبه جدا، الكره قويه جدا ومتطرفه جدا، بس في يعني ما كانش كان ممكن يصدها يعني، ما يعني كان ممكن يعمل يعني ياخد خطوات العملاقه ما رضيش ياخدها يعني، ما هو ما عملها كانش. في الكره الثانيه لانه شافيز كان هيحط واحده ثانيه بس حطها على يمين العويس، المره دي الجون كان على شمال العويس، المره دي حطها على يمينه والعويس طار عليها حط ايديه الاثنين فيها لان الكره كانت متشاطه جامد جدا، جنب افضل من جنب يعني، اقصد ان هو ممكن يكون عنده امكانيه بيصد امكانيات اليمين افضل من امكانيات الشمال، ضيع وقت هو في خطوتين بقى يعني. هو ضيع وقت كتير صحيح. في الجون الاولاني انت الجون في الكور القويه دي ما تاخدش الخطوات دي يعني زبط. الحل الوحيد ان انت تحاول تلحق المقص يعني، حاول هو كان ممكن يقف في نص الجون اكتر، هو برده العويس كان واخد زاويه اكتر في الجون اللي دخلت في الجون الثاني في السعوديه بتاع تشافيز، لو هو في نص الجون كان ممكن ياخد، انا اتفرجت عليه فيديو بس بسرعه كان ممكن ياخد خطوتين ويروح عليها، بس هي عموما صعبه وسريعه وقويه جدا. المكسيك النهارده شايف انه الماتش من افضل افضل مباراه منتخب كل الكور الحقيقة. المشتركه النهارده المكسيك كانت بتاخدها، الالتحامات كلها تقريبا كانت لصالح المكسيك، والماتش من اوله السعوديه ما كانتش قادره تعمل الضغط اللي كانت عاملاه في الماتشات اللي فاتت. بس هنا مش هنغفل الغيابات طبعا، نعم مش هنقدر نغفل الغيابات، لسه كنت هقول لك انا اعتقد يعني. ان الغيابات لها دور مؤثر قاتلة. يعني اهم عنصر عندهم في الضغوطات عبد الاله الملكي في نص الملعب يعني، كان اللي هو بيدخل زي ما بيقولوا الايه الديرتي ووركس، هو برضه لما انت سلمان فرج لما تبقى انت داخل بثلاث اربع لعيبه وفجاه ما تلاقيهمش معاك صعب جدا، ده عناصر كلها اساسيه ومفيده في انك تقلل الفجوه، تقلص الفجوه بينك وبين الانديه بين الفرق الكبيره دي يا محمد، انك على الاقل يبقى عندك ثلاث اربع عناصر قادره يعني ان هي تعمل ماتش يعني بدني عالي جدا. صحيح، بص نسبه الاستحواذ 61-39، 61 مكسيك 39 في المباراتين السابقتين، كانت قد تكون النسبه قريبه من كده، ولكن في النهايه كان السعوديه بيبقى في شكل للمنتخب السعودي برضو مع احترامي، لكن النهارده لا الموضوع لم يكن جيدا. صح، يعني شكل عايز اقول ان معرفش ليه في حاجه برضو الاصابات طبعا لا يجب ان نغفل هذا الامر طبعا، ومش هنغفل ان المكسيك فريق كبير انت ما بتلعبش، المكسيك يتحسب على امريكا اللاتينيه برغم ان هو في الكاريبي دول امريكا الشماليه والوسطى، بس هو ثقافه المكسيك ولعبهم اقرب لامريكا الجنوبيه، ودايما بيشاركوا في كوبا امريكا يعني، بيلعبوا البرازيل كل سنه وبيلعبوا الباراجواي والاوروجواي، ففرقه عندها مستوى جيد. المكسيك حتى احنا الاهلي لما بيلعب في كاس عالم الانديه ويقع مع فريق مكسيكي باستثناء السنه دي ما فاز على مونتيري، المكسيكيين لو مسكوا كوره عليك بتبقى مشكله كبيره جدا، الفرقه بتلعب كوره سريعه 2005 وعلى الارض بيشوطوا كويس جدا سرعة جدا، فالسعوديه النهارده كان المشكله كان في فرق بدني فرق سرعات، كمان الماتش السعوديه والارجنتين اعتقد ان هو على السقف زياده عن اللزوم مظبوط، لكن هو عمل حاجه ايجابيه من ناحيه ثانيه ده في رايي الشخصي على مستوى البطوله كلها، هو عمل حاجه شبه اللي في السياسه كده اسمها تاثير الدومينو، يعني فوز السعوديه على الارجنتين قلب كيان البطوله وحولها الى خلق حاله من الفوضى، اللي هي مثلا ان كوستاريكا تهزم اليابان بعد ما اليابان تهزم المانيا، ان المغرب تنزل تتعملق قدام كرواتيا وتاخد نقطه من كرواتيا وصفت العالم وتفوز على بلجيكا بهدوء شديد. ليه ما نقولش كل دي حاجات، ليه نقول حاله من الفوضى وما نقولش حاله من التحفيز ما هي الايجابي، تحفيز ايجابي جدا بس هو وصلك لاعلى مستوى، لان انت لو حطينا احتمالات في ماتش السعوديه والارجنتين لو لعبوا مع بعض 10 مرات 99-1 بالظبط، فكون ان السعوديه تكسب وتكسب باداء كمان، الاداء كان مقنع مش مجرد فوز، كان مقنع ما كانش فوز بالصدفه، خلى كل المنتخبات تلعب الماتشات مع الفرق الكبيره بروح عاليه وان يبقى عندها ايمان انها ممكن تكسب. منصات المراهنات يا كابتن معلومه على السريع كده بتحط من سنه 1930 كل ماتش بيراهنوا عليه برضو يعني في كاس العالم ده ما اتحطش، اكتر ماتش لا اقل نسبه المنتخب في تاريخ الكاس العالم كانت نسبه السعوديه والارجنتين، وبعد الماتش الثاني كان ماتش انجلترا وامريكا في سنه 1950 مونديال 1950 كانت امريكا رايحه بمنتخب من طلبه الجامعات، ما كانش رايحه بمنتخب نظامي، ورغم كده كسبت انجلترا 1-0 كسبت 1-0 في ماتش تاريخي لا ينسى. قصه لطيفه ليها علاقه بالماتش اللي احمد بيحكي عليه، ان رويترز لما بعتت النتيجه بتاعت ماتش 1950 اللي بيحكي عليه ده بعتتها للصحافه، لان 1950 البطوله ما كانتش متذاعه، فالصحافه البريطانيه افتكرت النتيجه 10-1 لانجلترا مش 1-0 لامريكا، مصدقين ان انجلترا من كتر ما الموضوع غريب لان امريكا رايحه ما فيش منتخب اصلا، ما فيش الامريكان منتخب. ما كتبوش النتيجه اصلا من كتر ما هم متاكدين انها مش حقيقيه، وما حدش جه جنب الامريكان ورغم ذلك كانت المراهنات ساعتها بتقول ان امريكا ممكن تكسب انجلترا اكتر ما قالت نفس الشركات لسه السعوديه والارجنتين تكسب الارجنتين فده بيقول لك ان لا دي ممكن تكون اكبر معجزه في تاريخ كره القدم على مستوى كؤوس العالم، خصوصا ان المستوى اللي دخل بيه الارجنتين الشوط الاول يا كابتن يعني كان في اول 10 دقائق فيه 3-0 ثلاث اجوان متاحين. ما هي في كره القدم، ما هو ده اللي يخليك تحب كره القدم، ان انت
مباراه زي دي اللي تخليك تحب كره القدم. ان انا ممكن الشوط الاولاني الارجنتين يكسب السعوديه 3-4 صح، يعني لو ما عملش كتفه كده وعمل كتفه كده التسللات الموضوع انتهى. لكن هي دي كره القدم، وهذا هو جنون كره القدم. هي ليه الناس بتحب كره القدم؟ بتحب طبعا العاب اخرى، ولكن هي ليه كره القدم هي اللي منتشره في العالم كله بيبقى عليها هذا الزخم وهذا بتاع؟ عشان انت بتقوله. وعشان كره القدم كمان في نقطه ثانيه، ان بتدي الفرص متساويه زي ما حضرتك بتقول لكل المنتخبات. يعني هيرفي رينار تكمله لكلام حضرتك، الستايل اللي هو لعب بالشوط الاول الريسك الكبير جدا انه يلعب على مصيده التسلل باصرار شديد جدا، وكان ممكن يدخل فيه جولين وثلاثه، والشوط الثاني يحفزهم بنشوطين زي ما الفيديوهات ظهرت ويوبخهم بالشكل العنيف ده. يردك ان هيرفي رينار ده مثلا بدا حياته عمل نظافه، يعني بدا حياته هو كان لعيب كره متوسط جدا، ولما خلص كاريره في عمر 29 او 30 سنه اشتغل كعامل نظافه وانتهى تماما من قصه التدريب، لحد ما كلود لوروا خده في تجربه في الصين كده يشتغل معد احمال لان هو كان صديقه، فسابوا الشغلانه بتاعت جمع النظافه من البيوت ورجع تاني يشتغل مدرب كمعد احمال بدنيه. ولما خد اول تجربه في زامبيا كتجربه كمدير اول كانوا بيشكوا فيه جدا، انت ازاي تبقى معد احمال فقط وتقود منتخب؟ فكل دي اشياء في الاخر كسب الارجنتين في كاس العالم. عنده رقم مهم دلوقتي هيرفي رينار، لان الاتحاد السعودي هيجدد معاه مع المنتخب، هيبقى اكتر مدرب في تاريخ المنتخب السعودي يقعد معاه. يتخطى مين بقى؟ يتخطى عبد الرحمن فوزي نجم منتخب مصر واللي سجل هدفين في كاس العالم 34 كان اكتر واحد درب المنتخب السعودي، كان دربه فتره في منتصف القرن اللي فات، فتره طويله جدا. هيرفي رينار هيعديه بسبب نجاحاته المستمره مع المنتخب السعودي. يستحق الحقيقه، يستحق جدا. مدرب هايل، مدرب هايل، المدرب صاحب المخاطره هو المدرب الناجح. ما يفكركش بجزئيه يا كابتن؟ بيفكر. ما انا لسه انت بس سيبني اكمل. لانه هو انت لما تبقى مغلوب من الاتحاد السكندري، بمناسبه جوزيه، لما تبقى مغلوب من الاتحاد السكندري 2-0 وفي الدقيقه 38 من الشوط الثاني وتلعب باثنين مدافعين اسلام الشاطر وحسام عاشور وبقيه اللاعبين كله بيهاجم، او اسلام الشاطر وشادي محمد وقدامهم حسام عاشور، الثلاث لاعبين دول هم بس اللي بيلعبوا على الدفاع، كان في وليد صلاح، وليد صلاح الدين ومجموعه من اللاعبين الكبار في الاتحاد في ذلك الوقت، وتلعب باثنين وينج رايت واثنين وينج ليفت وخمسه راس حربه ولا اربعه راس حربة، يعني انا بتكلم يعني ارقام كبيره جدا انا اقصد. لكن في النهايه هو ده الفارق، وتكسب 3-2 بسبب اللعبه زي دي، القرارات السريعه، وعدم والمخاطره. هو خد مخاطره ونجحت. ماتش رادس مثلا، ما ده مثال ازاي جوزيه ادار المباراه بذكاء شديد. هو كان قاعد من نهايه الشوط الاول ومقعد متعب ومقعد، كان بادئ بقى كوتي من نهايه الشوط الاول، بادئ يقعد حسن مصطفى قعد كذا عنصر ودفع بيهم كلهم شوط تاني. ولما بقى طلعت كواليس الماتشات من اللاعبين اللي كابتن اسلام كان منهم طبعا، كله قال ان هو قال لهم ان ده هيحصل بالظبط، يعني حركه التغيير اللي كان بيعملها قبل نهايه الشوط الاول دي جميله جدا، كانت بتدخل اللعيب اللي نازل في اجواء الماتش بسرعه، بحيث يبقى نازل الشوط الثاني يبقى خلاص هو واخد احساس المباراه. واهم حاجه كان بيعملها جوزيه في رايي برده، ان هو كانت اللعيبه بتصدقه حقيقي، كانت لعيبه مقتنعه بيه، واعتقد رينار مع المنتخب السعودي كده. عشان كده بقول لك ان رينار يستحق الحقيقه هذا الزخم الكبير عليه، حتى لو ما كانش يعني معلش يعني مع احترامي في الفيديو اللي نشر عجبني جدا الكلام اللي قاله، تحفيزي اكتر منه اي شيء اخر. ولكن في النهايه اي مدرب اي مدير فني هيبقى موجود في هذا التوقيت وبيلاعب ميسي هيقول لهم انتوا جايين تتصوروا مع ميسي؟ ما هو انا لو انا اللي ماسك هروح اقول لهم بس في حته عند اللاعب السعودي يا كابتن وعند المواطن السعودي ما بتقبلش ان ده مثلا ينزل على يعني يظهر للناس. لا ده كان زمان، دلوقتي السعوديه بس اللي اقصده انه لا خلي بالك السعود مثلا اقصد مدى التصديق ان هم مصدقينه للدرجه دي، مصدقينه ان ده مش عامل اي مشاكل، ان حاجه دي تطلع من اوضه اللبس. عشان كده بقى بيجددوا معاه، وعشان كده عايزينه، وعشان كده شايفين ان هو من الممكن جدا. هو ده التخطيط اللي للمشاريع دي، مشاريع في كره القدم. ما تستناش مدرب وتقيمه اسبوع وبعد كده تقيمه 10 ايام. الله ينور عليك. يعني انت جبت فيتوريا، خليك مع فيتوريا، خليك في ظهر فيتوريا. فيتوريا مدرب جيد بالظبط، خلينا نقف كلنا حواليه. بس في مش كلنا نقعد نضرب فيه. لا صح، ولو ان المقارنه هتبقى صعبه مع الكره السعوديه، لان الدوري السعودي طبعا بنظام فارق كبير جدا نظام الدوري شيء. يعني ما حققه المنتخب السعودي انا شايف ان هو نتاج منظومه كامله، من اول رئيس نادي لغايه اصغر عامل، حد يقدر يطلع يتكلم؟ لا ولا زي ما احنا بنشوف هنا كده كل احوال. اخبار النهارده ان كريستيانو رونالدو احتمال يروح النصر السعودي كمان. بكام بقى؟ تقارير ب 200 مليون يورو في السنه الواحده كراتب. وعلى فكره التقارير، لان في ناس بتستبعد الموضوع، بس هي ماركه ما بتجيبش اخبار فعلا. التقرير صادر عن ماركه في البدايه، التقرير صادر عن ماركه ما بتجيبش اخبار غالبا،
تخص يعني منظومة أسبانيا ريال مدريد كريستيانو الحتة دي إلا لو فعلا عندها مصادر قوية جدا، فهو مش زي ما بيقولوا مش ضرب من الخيال. لا وهي من السنة اللي فاتت، هذه الأخبار من السنة اللي فاتت. ربطه بالدوري السعودي، ربطه بالدوري السعودي بس عرض بس رقم ضخم، رقم واضح كده يتقال. أنا مش ضخم ولا حاجة، 200 مليون يورو عايز إيه؟ هيبقى أعلى الرياضيين دخلا في العالم، أعلى الرياضيين في كل الرياضات. هيتخطى ميسي وليبرون جيمس وكل وتوم برادي. يعني بمناسبة النصر السعودي، عنده 500 مليون فولورز على الانستغرام. تراهن عليه وأنت مستريح يعني. ما أنت لو رميت، أنت قلت صباح الخير، أنت خلاص صباح الخير. يعني أنا رونالدو، والله رونالدو طبعا كلنا عاملينه فولو. فرونالدو لو انا تغمض عينك وتفتحها، لو نزل صوره تغمض عينك وتفتحها تلاقي مليون. لما ميسي هم وميسي بقى نزلوا الصوره وهم قاعدين بيلعبوا على ركعه، تخيل انت يعني تفاعل كده. عملت اعلى رقم من الصوره، رقم في تاريخ الانستغرام، صورتهم مع بعض. انا بقول لك، فانت ما تخيل، انا بقول لك اعمل كده دلوقتي. لو رونالدو يا رب ينزل صوره واحنا قاعدين، لو نزل صوره واحنا قاعدين وغمض عينك وفتحها هتلاقي، لا مش مليون يعني، بس هتلاقي 100,000 في التغميد، هتلاقي مثلا 100,000 150,000 في التغميد الواحد. فشوف بقى يعني ايه 500 مليون فولورز يا جماعه. ده الواحد بيبقى عنده 500,000 بيبقى عامل قصه. عموما نروح برده نرجع مره اخرى بقى ونتكلم عن ميسي، بولندا والارجنتين. هذه المباراه برده من المباريات اللي كان الكل ينتظر ماذا سيفعل الارجنتين في هذه المباراه. الارجنتين بدات بالبدايه اللي كان لازم تبدا بيها المونديال بشكل عام، في ماتش بولندا او في ماتش المكسيك. واضح انه كان في يعني حصه من الايه، من الجديه ظهرت في 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 غرفه ملابس مثلا منتخب الارجنتين، عشان الارجنتين تدخل بالشكل ده. تصوب 14 كره في الشوط الاول، منهم سبعه بين العارضه والقائمين، وسط تالق تشيزني ضيع ضربه جزاء. ما كانتش يعني، متهيألي ما كانتش ضربه جزاء يعني، ان ميسي متهيألي ميسي ما كانش يستحق فيها ضربه جزاء، عشان كده اهدرت. لو كان ميسي جابها كان هداف كاس العالم دلوقتي، كان هيتخطى كريستيانو رونالدو، كان هيوصل لهدف رقم 9 وينافس جبريل عمر باتستوتا كالهداف التاريخي لمنتخب الارجنتين. فكان في ارقام كتير هتتحقق لولا ان ضربه الجزاء دي ما كانتش مستحقه. لسه بدري، لسه بدري، بس مش بدري على ميسي. ممكن النهارده بس تخطى عدد مباريات مارادونا مع الارجنتين في كاس العالم 22 ماتش، لكن ما عداش الاهداف. ما عداش الاهداف. انا بقول لك ممكن يعني الماتش جاي، الماتش جاي ممكن يعني اقول له ان انت لسه عندك ماتش، ممكن طبعًا يبقى ماتشين على الاقل يعني، خصوصا ان هم هيلعبوا استراليا كمان. بالظبط، ما ده اللي انا بقوله. فالارجنتين كانت جاده جدا من الدقيقه واحد. متهيألي الاعتماد على جوليان الفاريز ويعني واجلاس لوتارو مارتينيز من البدايه، يعني كان برضه لوتارو مارتينيز ليه ماتشاته، وفي بعض الاحيان بيكون عامل بطء كبير جدا في هجوم الارجنتين. جوليان الفاريز اضاف للفريق حيويه كبيره، ريح دي ماريا، لان برضه جوليان الفاريز كان ما بيدخلش قوي من العمق. يعني لو كان بيلعب 4-3-3 بس ميسي ساقط شويه، او دي ماريا ساقط شويه وميسي بيلعب مثلا سكند سترايكر، او 4-3-3 مفروده زي ما هي كده وبيلعب دي ماريا وينج وجوليان الفاريز بيسقط على الناحيه الثانيه وميسي بيدخل في العمق، كل ده بيريح ميسي ودي ماريا من المهام الهجوميه، بيفضلهم مساحه، لان الفاريز عنصر نشط. لو طارو ما يروحش على الوينج ويعمل لك يخلق مشاكل للدفاع، لو طارو يقدر يستلم بصدره، يقدر يلف، يقدر تبني عليه لعب، يقدر تبني عليه محطه. فاعتقد ان اختيار السكالوني لجوليان الفاريز وبدؤه بانزو فرنانديز من بدايه المباراه اضاف حيويه كبيره جدا للفرقه. انزو فرنانديز النهارده بيبقى اصغر لعيب يشارك في تاريخ منتخب الارجنتين بعد ليونيل ميسي في 2006. انزو فرنانديز بالمستوى اللي عمله مع بنفيكا من اول الموسم والاداء اللي عمله في 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 كاس العالم حتى الان، وان هو مسجل هدف برده في ماتش المكسيك، فرق جدا. فاعتقد انزو فرنانديز عنصر فرق جدا. بدايه الشوط الثاني الهدف السريع ساعد الارجنتين جدا ان هي تتحرر بقى من كل الضغوطات، لانه لما كانت الدقائق بتتقدم بولندا والفرق الاوروبيه بتكسب عليك قوه ذهنيه مع الضغط اللي عليك، ضغط على القوه البدنيه، خلي بالك اللي بتفرق فيها بولندا عن اي منتخب اخر. بالزبط. هو مهم الارجنتيني يبقى عندها خلال البطوله لعيبه جديده بتظهر تتحمل المسؤوليه، لان في مشكله كبيره من وجهه نظري في الارجنتين ان ميسي شايل الموضوع على كتفه كله، او هكذا يوحي الاعلام والجمهور. لا بس مش دي ويتصور الحقيقة. المفروض انا لسه يعني كنت بتكلم مع كابتن شريف عبد الفضيل، بقول له ان اهم ما يميز هذه النسخه من كاس العالم الجماعيه في الاداء. يعني انت لو انا جيت سالتك قلت لك مين افضل لاعب دلوقتي انت شايفه بعيدا عن ميسي ورونالدو، مش هتلاقي. يعني ايه يعني؟ مفيش واحد في اسامي بتلمع. في اسامي، مفيش رونالدو، اسامي بتلمع كده، مبابي مثلا، جاكبو في هولندا، لكن فعلا اللعب الجماعي هو المسيطر. فاللعب الجماعي انا بشوف ان اللعب الجماعي هو المسيطر على الطرق في كاس العالم، حتى مفيش طريقه جديده شفناها. يعني احنا دايما كمحللين او كناس عايزين نشوف الكوره، يعني انا واحد من الناس اللي بقعد اتفرج على الكوره من الساعه 12 لغايه الساعه 11. ف
ما شفتش لعبه جديده، ما شفتش طريقه لعب جديده، ما شفتش ان مثلا يعني في مانشستر سيتي انا بشوف ان هو كل سنه ساعات بيغير طريقه اللعب، يقوم جاب دخل لك الباكين لجوه ويفتح الاستوبارين من لحد ما بتعمل الحكايه دي السنه دي في البطوله دي لحد ما بيحاولوا يطبقوها فرنسا والمانيا. لا بس ما حصلش بشكل يعني بيطلعوا الباك ليفت يشارك في هولندا اللي عملتها شويه، هو التدوير تدوير الكوره بتاع اسبانيا كتير قوي يعني، نقل التيكي تاكا اسبانيا، نقل التيكي تاكا لكاس العالم. فكره الهجوم باربع لعيبه مينيمم وخمس لعيبه دي بتقدمها اسبانيا وبتقدمها فرنسا وبتقدمها المانيا، واعتقد عشان كده هو هيفضلوا هم ابرز مرشحين للفوز بالبطوله دي، انها تهاجم بخمس لعيبه بشكل منظم وبتدخل الرباعي اثنين من خط النص مع اثنين من الهجوم في قلب المنطقه عشان تفرغ مثلا الجنب الشمال او الجنب اليمين، ده يزود لك لاعب. اعتقد دي اللي بيعملها بشكل جيد حتى اللحظه اسبانيا وفرنسا والمانيا بشكل اقل شويه، لكن هتبان في يعني احنا اللي شفناه طريقه اللعب اللي قد تكون مختلفه شويه 3 4 3 ان انا بلعب 3 مفرودين على نص الملعب او على الخط يعني في الوسط، واحد في الوسط واحد يمين واحد شمال، والباكين اللي هم اجنحه كلاسيكيه من بتوع التسعينات دول اللي هم لجوه مع المدافعين ولا لجوه عمق الملعب؟ لجوه عمق الملعب خالص. يعني هم مش باكين، هم باكين في الرده في الرجوع، لكن هم لجوه الملعب خالص يعني هم من بره والكره معاهم كله جوه فيما عدا الوينج اليمين او الوينج الشمال عشان بيبقوا فاضيين في اسبانيا، بيبقوا فاتحين واحد ناحيه اليمين خالص وواحد ناحيه الشمال خالص، ماطه الملعب صح، ماطه الملعب للاثنين خالص، بحيث ان الباكين اللي بره بيخش لجوه بينزلوا تحس ان هم تحت راسين حرب. بس ده زي ما انت حضرتك بتقول طبعا مع الفرق كمان اللي معدلاتها معدلات الاعمار منخفضه، يعني انت عايز لعيب شاب اسبانيا اسبانيا طبعا اسبانيا انا بتكلم عن ده اصغر منتخب اعتقد او اصغر معدل اعمار 24 سنه تقريبا متوسط الاعمار، وعنده بلدي بيلعب باك ليفت وباك رايت بنفس الكفاءه تقريبا، ولعيبه صغيره وعندها شخصيه كبيره زي بيدري مثلا، ده من اهم نجوم البطوله، وتلاقي ان في الاخر هو عنده 20 سنه او اقل، فدي حاجه برضو ظاهره ان اللعيب بيكون بالسن ده وبالشخصيه دي في الملعب وفي منتخب صحيح بالوزن. بيلينغهام في منتخب انجلترا من اللعيبه الهايله جدا اللي برضو ممكن منتخب امريكا كله شباب، منتخب امريكا كله بيستعد منتخب بيستعد 26 بس نزل مغامره، نزل مقامره جامده ان انا افتح وهاجم والعب بشخصيتي فاستقبل اهداف كتير في النسخه دي، بس هو قدم واجه كويس جدا. بس امريكا تحس انه منتخب ناضج، منتخب يعني منتخب ناضج جدا، استقبل هدف واحد من ركله الجزاء. كندا وامريكا بيستعدوا لكاس العالم 2026، الفرقتين دول معدلات اعمارهم قليله قوي عشان تجهيز لكاس العالم، والمكسيك طبعا هتشارك في التنظيم، بيستعدوا للنسخه الجايه. عموما دي كانت المباريات اللي اتلعبت النهارده، خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مباريات بكره ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. تشهد مواجهات الخميس في نهائيات كأس العالم قطر 2022 مواجهات شرسة لحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، أبرزها مباراة المغرب وكندا والتي تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة، وأصبحت المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى دور 16 ثلاثية بين كرواتيا وبلجيكا والمغرب الذي خلط أوراق المجموعة بفرضه التعادل على رفاق لوكا مودريتش في الجولة الأولى وفوز على بلجيكا 2-0 في الثانية ونيله لكل الدعم من الجماهير العربية في قطر. وفي التوقيت ذاته يبحث منتخب بلجيكا عن فوز يضمن له الاستمرارية لهذا الجيل في كأس العالم حين يلتقي منتخب كرواتيا على ملعب أحمد بن علي المونديالي. يملك المنتخب البلجيكي فرصة واحدة لضمان استمرار مشواره في المونديال بعد خسارته المدوية أمام المغرب في ظل ضغوط متزايدة على مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، وأي شيء بخلاف الفوز على كرواتيا الخميس قد يؤدي إلى عودة المصنف ثانيا عالميا إلى دياره بعد دور المجموعات. وفي 9 مساء يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الياباني على استاد خليفة الدولي، بينما ستدور رحى المعركة لحسم التأهل بين كوستاريكا وألمانيا في التوقيت ذاته على ملعب البيت. لم يستطع منتخب ألمانيا تحقيق الفوز في أول جولتين بدور المجموعات وأصبح أسيرا لسيناريوهات درامية قد تحدث وتطيح بأحلامه في مواصلة المشوار أو تصعد به فجأة إلى دور 16. خسارة اليابان أمام إسبانيا ستؤدي لتأهل ألمانيا مباشرة في الوصافة حال فوزها على كوستاريكا، بينما سيضخ تعادل اليابان مع إسبانيا المنتخب الألماني في حسابات معقدة من أجل التأهل تتعلق أولا بفارق الأهداف حيث سيتعادل حينها مع المنتخب الأسيوي بأربع نقاط.
رجعنا مرة تانية. الحقيقة الكلام هنا كنا بنتكلم عن طريقة لعب المنتخب الأسباني، يعني هي طريقة حلوة جدا من وجهة نظري، وبشوفها ان هي من الطرق اللي عاملة شغل رائع. عموما مباراة كرواتيا وبلجيكا هتبقى بكرة الساعة 5 ان شاء الله، وكندا والمغرب. طبعا هيكون كل الأعين تنتظر مباراة المغرب، وان شاء الله ربنا يكرم المغرب يا احمد في هذه المباراة ويستطيع ان يفوز على المنتخب الكندي. هو افضل من المنتخب الكندي، ولكن المنتخب الكندي ليس بالمنتخب السهل. طبعا مش منتخب سهل، بس المغرب نسخه ناضجه جدا من المنتخبات العربيه. هو بس انا بشوفه من انضج المنتخبات في هذه النسخه، وشايف ان وليد الركراكي بيعمل فعلا يعني منتخب كبير جدا لو توفرت له كافه العناصر للاستمرار قدام. انا متخيل ان المنتخب ده هيروح بعيد مين جدا. مين يكسب، كندا ولا المغرب؟ لا انا شايف المغرب ان شاء الله تتاهل. كرواتيا او بلجيكا مباراه صعبه جدا 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 في ظل الخناقات اللي بتحصل مع المنتخب البلجيكي، وكورتوا هيطلع يقول لك لما نعرف مين هو مش عارف ايه، فواضح ان في دنيا سخنه. بلجيكا من النسخ يعني. بلجيكا من النسخ المحبطه جدا ليها، زيها زي الدنمارك كده، ما كانش حد متوقع ان الدنمارك تبان بالصوره دي. مظبوط. تصريحات دي بروين كمان قبل البطوله او خلال البطوله لما قالوا له انت مرشحين، قال لهم لا احنا فريق عجوز، فريق متقدم في السن. فاعتقد ان الموقف بلجيكا اسمه موقف بلجيكا صعب، موقف بلجيكا صعب جدا، لان كرواتيا كمان فريق على قد ما هو برده مش صغيرين في السن، بس فريق عنده اللي عارف الفرق كبيرة بتاعت اوروبا الشرقيه القديمه. صحيح. دي عندها برده ارث كروي، واعتقد انها عندها اسبقيه دلوقتي كمان تساعدهم ان هم. مين هيكسب؟ انا ميال ان كرواتيا هتتاهل. كرواتيا ولا البلجيكا؟ كرواتيا اقرب. يعني انت شايف هنا كرواتيا والمغرب؟ كرواتيا والمغرب ان شاء الله. اتمنى بس ان المغرب تقدر تاخد الصداره، مش صعبه يعني، مش سهله ومش صعبه في نفس الوقت، بس اتمنى يتوفقوا، لان هي الخطوه الاخيره. يعني زي ما بيقولوا كده في مثل بالفرنساوي يقول لك ما تبيعش جلد الدب الا لما تصطاده. صحيح. المغرب لسه ما كسبتش، احنا عايزين نتعامل، واللي حصل النهارده بعد كده يسهل، بعد كده نحتفل. فبعد اللي حصل النهارده محتاجين المغرب يكونوا بكره في كامل التركيز يا رب. وهم الحقيقه زي ما احمد قال فريق ناضج جدا، والركراكي مدرب هايل يعني. اليابان واسبانيا، ومباراه دي طبعا اليابان واسبانيا وكوستاريكا والمانيا، دي هتبقى مباريات الساعه 9 ليلا. اليابان واسبانيا اعتقد الفرق واضح. الفرق واضح، بس اليابان وكوريا الجنوبيه بينوا عن قدرات بدنيه كبيره جدا، وبالذات في مواجهه المنتخبات الشرسه بدنيا. فكوريا الجنوبيه تفوقت المباراه الاولى وعلى غانا في المباراه الثانيه، رغم ان غانا كسبت كان في تفوق بدني كبير لكوريا الجنوبيه. اليابان سواء في المباراه الاولى قدام المانيا عرفت تصمد قدام المانيا وتوصل للدقيقه 75 متلقيه هدف واحد بس عشان ترجع في النتيجه في الدقيقه 78 وفي الدقيقه 84 بعدين، لانه بدنيا كانت قادره واقفه على رجلها. فاعتقد اليابان ممكن تعقد الامور من الناحيه البدنيه، ولكن اسبانيا تفضل في فرق كبير جدا من الناحيه الفنيه، وفي رغبه منها ان هي تحسم الصداره بدري علشان تبعد عن اللي جاي من كرواتيا او بلجيكا، لان انا متخيل ان الحسابات كلها رايحه ان المغرب هتروح متصدره بعد اللي حصل ده. المغرب هتروح متصدره، فعايزه هي عايزه تبعد عن الثاني، يعني انا متخيل انها عايزه تبعد عن كرواتيا او بلجيكا عشان تضمن مشوار هادي في البطوله. حقيقي. ولكن قبل برضو ما نتكلم برضو على هذه المباراه، اليابان واسبانيا وكوستاريكا والمانيا، المدرب بلجيكا مارتينيز هل له دور فيما يحدث الان؟ معلش انا عايز ارجع مره ثانيه لهذه المباراه، هل هذا المدرب له دور فيما يحدث، دور سلبي فيما يحدث؟ يعني انا بعد اذن محمد طبعا مارتينيز بغض النظر، يعني هو جيل قوي تم يعني انشاؤه من سنين طويله جدا. اشرف عليه مارتينيز تقريبا من 2016 او 2015 14 في مشروع طويل ماشي وكل حاجه، بس في احيانا بيبقى في افراط في حمايه النجوم. لو كفايه مارتينيز كل تصريحاته بيحمي نجومه لدرجه، يعني مثلا هازارد التصريحات اللي قبل البطوله مع انه عمال يتكلم في مخالفات في المعسكر، لما كان بيروح من المعسكر ويروح مالها ليلي او يروح اي مكان وحالته مش مستقره بدنيا، ما بيلعبش في ريال مدريد، لما قرر ان هو ينزع الشريحه مثلا من رجله بدون الرجوع للاطباء في ريال مدريد وقرص ان هو يعمل اللي هو عايزه بالظبط، ومارتينيز ساعده على ده وصرح ضد ريال مدريد. احيانا بيبقى في ليفل حمايه للعيبه بيحصل، زي ان كورتوا يطلع يقول الخاين لما هيحصل هيبقى اخر يوم ليه في المنتخب، مين انت حضرتك يعني، انت لعيب، انت لعيب برضه ما يصحش تقول كده. فالتصريح ده بغض النظر عن فحواه وبغض النظر ان هو قاله ليه وبغض النظر ان كورتوا احد قاده المنتخب، بس هو بيضرب في المدرب بشكل ما، في تصريحات تتقال بصياغه ما ينفعش تقولها لان ده بيضرب في المدرب. فانا ما اقدرش اقول ان مارتينيز اثر بشكل واضح سلبيا، ولكن في مؤشرات بتقول ان اوضه اللبس متضخمه جدا. حقيقي. واحنا بنتكلم عن مارتينيز خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن مارتينيز ونرجع نتكلم، لانه بعد كده هنتكلم عن المدير الفني للمنتخب الكرواتي وهو عكس تماما مارتينيز. طيب على عكسه
زلاتكو زالتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، واحد من المديرين الفنيين الجيدين 100%. واداء كرواتيا في السنين الاخيره بيعكس ان في مدرب عارف ادواته كويس حقيقي، وحافظ اللعيبه الاساسيه بتاعته، وبعدين معاه كمان قائد مثالي في غرف الملابس لوكا مودريتش. لما يكون عندك لاعب زي مودريتش بيعتبروه الاب الروحي بتاعهم كلهم، كل المجموعه اللي موجوده بيعتبروه الاب الروحي بتاعهم. وجود لاعب في قيمه مودريتش في كرواتيا يسهل حتى شغل المدرب، يسهل ان الجماهير تبقى واقفه في ظهر الفريق. اعتقد ان مودريتش بيساعد جدا دالتش، ونجاحات كرواتيا في السنين الاخيره، احنا كرواتيا كانت وصيف في كاس العالم اللي فاتت حقيقي. مقتنعين كلنا وحتى الجماهير الكرواتيه مقتنع ان الفريق ده مش هيروح بعيد في النسخه الحاليه، ممكن ما يروحش بعيد، لكن زي ما قلت من شويه الفرق بتاعت اوروبا الشرقيه بالذات اللي عندها لعيبه لسه فيها الخير دي ممكن تراهن عليها لحد اخر لحظه، وممكن تبقى بتشكل خطر على اي فريق. لذلك انا ميال ان بكره كرواتيا حظوظها اعلى بكتير بسبب ان الاوضه الملابس بتاعتهم مترتبه اكتر أوكي. وفي نفس الوقت عندهم لعيبه اجهز. طيب انفوجراف عن دالتش ونرجع نكمل. اليابان واسبانيا، انت قلت لي اسبانيا. اسبانيا طبعا الاقرب ان هي تكسب هذه المباراه. اقرب بكتير، اقرب بكتير طبعا. المنتخب الاسباني بيقدم نسخه ناضجه ومنظمه وشرسه جدا، وفيها افكار صغيره في السن، صغيره في السن وعندها افكار هجوميه واضحه مع لويس انريكي اللي ماشي بمشروع منظم، والاتحاد الاسباني دعمه بكل الطرق، حتى كبار لاعبي ريال مدريد اللي كان عندهم حتى مشاكل في الملاعب مع انريكي بعد الانتقال المثير للجدل منه من ريال مدريد لبرشلونه، اللي كان ابرزه مثلا فرناندو هيرو اللي قعد مده مقاطعه وعامل معاه مشاكل، النهارده لسه طالع في حوار صحفي بيقول ان ده من افضل المدربين اللي جت في تاريخ اسبانيا حقيقي. على الاطلاق، وان هو ان اسبانيا معاه تقدر تاخد كاس العالم. طيب على المباراه الاخرى كوستاريكا والمانيا، المانيا تكسب اكيد، المانيا اقرب ومطالبه بالفوز خصوصا بعد ما تلقت قبله الحياه في الماتش اللي فات ما بين كوستاريكا واليابان، لان لو اليابان كانت فازت على كوستاريكا كان زمان المانيا على سلم الطياره، هم رجعوهم بالفوز المفاجئ. لكن في خبر مهم بخصوص ماتش المانيا وكوستاريكا، ده ماتش تاريخي في كاس العالم، لان لاول مره في تاريخ كاس العالم بتدير المباراه سيده، الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار هي اللي هتدير مباراة بكرة، طاقم كامل من السيدات لأول مرة في تاريخ كاس العالم بقيادة حكمة فرنسية. الحكمة دي أدارت مباراة سوبر في بطولة أوروبا ما بين ليفربول وتشيلسي من أكتر من سنتين أو ثلاثة أوكي. فبكرة يوم تاريخي في كاس العالم، لأنه سيدة هتدير مباراة أحد أطرافها ألمانيا، على الأراضي القطرية كمان وعلى الأراضي العربية، فده حدث مهم جدا في كاس العالم. عموما دي كانت كل اخبارنا النهارده، زي ما قلت لحضراتكم دايما اللي بيتفرج على مونديال كره القدم اللي بيحصل في 2022 الساعه 11 بيخلص، الساعه 11 لازم تنقل بقى على كواليس المونديال في البيت الكبير عشان تعرف كل الاحداث خلال الساعه اللي احنا بنلم لحضراتكم ايه اللي حصل خلال اليوم النهارده وايه اللي هيحصل بكره ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. تسلم يا كابتن. شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام، بتشرف ان انا جيت البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.